يا صباح الأشراق والخيرات والجمال، وبداية شهر جديد إن شاء الله من بكرة. يا رب أيامكم كلها حلوة ويكون مستجاب فيه فرج ورضا وصحة وكل الحاجات الحلوة، كل الأمنيات الحلوة والصباحات والمساء الأحلى من فيه. يا صباح الفل عليك يا سهير، صباح الفل على كل مشاهدينا، وأهلا وسهلا بيكم وحلقة جديدة. والستات أنا عجبني قوي اللي أنت لابساه، مفيدة، لابسة لابسة بحر. لا لا مش بحر خالص، يعني انا شايفه اللي هو في انوثه كده، لمسات انا طول عمري انثى، ولكن طبعاً بمزاجي. هو بس عشان يعني ايه، انا بطول شعري عشان انا هقصه تاني، بس في قصه في دماغي فانا لازم لها تطويله شعر، فيعني ايه، هو ده اللي مدي اللوك بتاع الحركات دي. وعندنا قصة لطيفة جدا، الناس طول الوقت بتكتب في فكرة الصداقة والولاء والوفاء وكده. استوقفني، أنا بحب جدا رولا خرصة، بحب قوي طريقة تفكيرها وكتاباتها، تعجبني جدا، إنسانية لأبعد مدى. فمثلا هي كاتبة بوست كده بتقول: كن لصاحبك مصدقا مثل أبا بكر، ودافع عنه مثل علي، كن كريما معه مثل عثمان. نيجي مدافعا عنه مثل علي، صاحبك أو صاحبتك لحد فين ممكن تدافعي عنها؟ كمفيدة ولا كبني آدم كرأي وجهة نظر؟ أنا كمفيدة، أنا صاحبتي ما بتغلطش، وأنا كمان. يعني بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنا مع صاحبتي طول الوقت، رغم اني ممكن ابقى عارفه انها في بعض الاوقات بتبقى غلطانه، ولكن قدام الناس في 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 الملء كده، على الملأ قدام امي لا اله الا الله، انا صاحبتي حتى النهايه. يعني داخلين خناقه معاها، قاعدين هنشيل الناس، مش هنكلم حد، وبيبقى فاضل الفتره بتاعت انا وهي لوحدينا. لما انا وهي لوحدينا بقى برجع اقول لها ايه، خلي بالك، بس انت غلطتي في كذا، بس انا ما اقدرش كنت اسيبك لوحدك كذا. يعني انا طول ما انا صاحبتي احنا بره، انا معاها 100%. بيني وبينها ممكن اقول لها على فكره انت كنت غلطانه في كذا، ومع ذلك ما بكتاش انا كنت معاها، لا، انا خلاص انا مع صاحبتي حتى النهايه، على الحلو والمر. يبقى احنا كده متفقين في اول نقطه، ويمكن انا كاتبه ان انا منحازه دائما لصاحبتي، انا انصر صديقتي ظالمه او مظلومه بالظبط، من غير حق، انحياز اعمى. ممكن يكون ده غلط، ولكن في مواقف معينه انا بشوف ان هو صح جدا، وان فكره الولاء والوفاء والقيمه والهيبه بتاعه الصداقه بتفرض ده تماما من غير تفكير. لكن في ناس راضين بطريقه مختلفة. طيب ان انت مش بتقولي الحقيقه، طب ولو هي غلطت، ولو الكلام ده كله خالص، لا. هي الفكره في صديق، مش هنقول عدوي، بس هنقول صديق اللي انا مختلف معاه او اللي اذاني، لو هو صديقه يبقى هو عدوي او هو مش صديقي. يعني الفكره ان لما ينحاز ويقول لك اصله ما اذانيش، يعني انا اول ما بسمع كلمه اصل ما اذانيش دي، بحس ان في دي ان ايه كده عند بعض الناس، ببقى مش عايزه اعرفهم في الدنيا. يعني ما اذانيش ده، لا، هو اذاك على فكره اكتر ما في صاحبتك. يعني انا عندي موقف مع حد صديق مشترك بيني وبينك، بس مش هنقول دلوقتي يا استاذ عشان انت حطانا في موقف. ايوه تمام، بس لما حد يكلمني يتكلم عنها وحش، انا رديت الغيبة وعملت لوك. وفي ليلة سألوا كلموا وما قلتش عن حب، وهي اللي بعد كده راحت قالت لها، قال ما عرفوش ما قابلتوش. لا لا، راحت قالت لها، لا انت بتحكي على القصة تانية على فكرة، انت مش مركزة في اللي انا بحكيه. انا عارف. لا لا خالص. وبعدين فقالت لي ارجوكي سامحيها وفكي البلوك، يعني هي عايزاكي تكلميها بتعتذر، وهي حكيت لي اللي انت قلتيه بالظبط وبتاع، وانا مسامحه. قلت لها انت سامحي براحتك، حقك تسامحي، انا مش مسامحه في حقك. عشان هي غلطت حقك. بصي انا متفقه جدا برضو في وجهه النظر دي، فكره ان انا يعني احنا هنقول لكم امثله كتير لمواقف كتير احنا ممكن نعمل فيها ايه، وغيرنا ليه كل الاحترام يعمل فيها ايه. انا لو انا صاحبه سهير وفي حد مشترك بينا ضايق سهير، انا هاخد الموقف اللي سهير هتاخده، رغم ان هو ما عمليش حاجه، رغم ان هو كويس جدا معايا،
رغم انه بيسال عليا، لكن ما هو اختيارات يعني في الاخر خالص. انا النهارده سهير صاحبتي بقالها سنين، وهو فعلا اذى او هذا الشخص اذى هذا الشخص. طيب انا عارفاه، بس انت اذيت حد انا مهم بالنسبه لي، وانت مش عايز تعتذر، وانت مش عايز تقول ان انت غلطان، وانت حتى لو اعتذرت هي مش هتسامحك. انا باخد على طول السايد بتاع سهير، فدي نقطه. طيب. ان حد يؤذي اصحابي لا. طيب ده في حاله الاذيه، مش بس الاذيه، ان صاحبتك وحد يعرفها، ماما، اللي هو مش انتوا مش الثلاثه قريبين. احنا خلينا دي حاله تختلف عن لو احنا الثلاثه اصحاب، يعني احنا ثلاثه اصحاب واتنين وقعوا بعض، كويس. الطرف الثالث ده بقى المفروض يعمل ايه؟ احنا الثلاثه اصحاب، مش حد، مش انا معرفاكي على صاحبتي. فانت طبيعي لو احنا الثلاثه اصحاب، والمنطقي ان انت لازم تاخدي صالحك. بص ده طبيعي، لكن لو احنا بقى الثلاثه اصحاب، هنا بقى نعمل ايه؟ هنا بقى التريك. انا بشوف ان العنصر الفلوس اللي في الوسط ده هو عنصر رمانة الميزان، بمعنى دي زعلانه من دي، وهم احنا الثلاثه اصحاب، لازم العنصر في النص ده يروح بدون نقل الكلام، لان اخطر حاجه في العلاقه الثلاثيه دي هي ان انت تقول ده هي بتقول ان انت قلتي، فدي التانيه تسخن، فتروح التانيه ترد على لا ده هي لا، فانا اروح انقل. فكره ان انت تبقى الثالث في علاقه فيها تنشنه بتحتوي على ذكاء. انا مش هقدر اخسر الاثنين يا سهير. ليه؟ لان الاثنين اصحابي، يعني انا هنا بحب دي، لو هما الاثنين انتيماتي انا ما اقدرش اخسر الاثنين. لكن ده الموقف الصعب، لكن هعمل ايه؟ هتعامل مع الموضوع على انه موقف لوقت معين، بفصل القوات، بلغي خالص فكره ان في حكايات متصله عن الشخص اللي غايب، بحاول طول الوقت تلطيف الامور في ذكريات، في موقف حلو، في حكايه ظريفه تحنن القلب، لكن لفتره معينه لازم القوات تفصل. ودي لا تعرف ان انا رايحه دلوقتي اقابل دي، ولا دي تعرف ان رايحه اقابل دي عشان الغيره، ولا اشمعنى ولا وتعالي لي. يعني هي محتاجه من العنصر الثالث ذكاء عشان ما يخسرش، لان خلي بالك وجود اصحاب في السن ده او في الوقت ده حتى ولو ثلاثه حاجه قيمه جدا، لان ما بقوش سهلين. يعني عمايل الاصحاب في الدنيا دي ما بقتش حاجه سهله. ده حقيقي. طيب يبقى ده موقف مختلف. انا اعمله. يبقى احنا دلوقتي لازم نفرق بين حاجتين. حاجه انا وصاحبتي، وصاحبتي الثالثه اللي هي مش صاحبه صاحبتي، اللي هي تعرفها عن طريقي. هنا لا، او انا ما اعرفهاش. واحده معارف جت اذيتك وهي عارفانا، هنكمل صاحبها؟ لا مش هنكمل. او مش هي الاقرب بالنسبه لي، يعني هي في الصحاب بس مش هي الصديقه. لكن لو ثلاثه انتيم، لكن ثلاثه انتيم فعلا هي بتبقى مشكله. الحاجه الانسانيه والفلسفه ما بتكتفيش بس ان الصداقه تبقى حاجه انسانيه اساسيه عشان تحقق خير، ولكن فكره ان انا اتحط في محك وفي اختبار ان يبقى في علاقه ثلاثيه، دي فعلا محتاجه زي ما طبعا ذكاء، لان انت في بينكم بعض الذكريات، وبيبقى الموضوع ممكن يكون على اتفه سبب، ممكن على حركه غبيه، ممكن على موقف غبي، الا اذا لو كان فيتر. يعني مثلا لو احنا ثلاث اصحاب، واحده فينا تجاوزت الحد بتاعها بان هي قالت حاجه مش ظريفه، عملت موقف مش ظريف لجوز واحده فينا او لا، هنا الرد الفعل هيبقى مختلف. لكن لو هو خناقه ستات كده، انت ما سالتيش عليا، ده انت لما خرجتي رختي خرجتي وما خدتنيش معاكي وما كلمتنيش، انت عارفه بعد لا ساعات بتعمل وازاي تسافروا انتوا الاثنين وما تقولوليش، وانا كان عندي شغل وكان لازم تاجلوا سفركم عشان انا عارفه عشان العيال ده. ممكن دي تبقى غيره مشروعه وتفاصيل. لكن ايه بقى الموقف الثالث اللي هو مهم جدا جدا جدا، اللي هو لو احنا صاحبتي وحد بيتكلم بطريقه هجوميه او بيعيب فيها او بيدعي عليها، هنا المفروض اعمل ايه؟ هل برضو اكتفي ان انا ابقى على الحياد، او طالما هي ما اذتنيش، او انا مش عايزه اتدخل، او انا مش عارفه ايه، انا كفايه ان انا مش هنقل اللي هي قالته. لا، الحياد هنا يعني جريمه، يعني هنا الحياد جريمه. يعني لو حد بيتكلم
على حد صاحبك. بس اللي بيتكلم ده صاحبك ولا معارف؟ حتى لو صاحبك. لا اصل لو في فرق هقول لك فرق في ايه. يعني لو هو مش يعني مش صاحبك انت انتيمك يعني او حد هو عارفها يعني حد بيتكلم وهي صاحبتها، ولا حد بيتكلم عليها لمجرد النم هو ما عرفوش. اصل يعني الخناقه هنا هتختلف غالبا مني، الطلعه هتبقى مختلفه لان في طلعه وفي طلعه. لا الكود الاخلاقي في الاثنين سواء هم اصحاب وهي بتتكلم عليها قدامي وهي صاحبتي. فاهمه حتى ما اصل انا مش فاهميني انا مشكلتي في انا رد فعلي انا، ما انا الصديق بقى المشترك بين الاثنين دول. فانا هبسال ليه كود الخناقه في الطلعه في البيعه مختلفين ليه؟ لو هي مش صاحبتها واحنا معارف وهي كلمت على صاحبتي انا كود طلعت الخناقه اللي هو ايه قرشق في الحيطه يعني قدام الناس دي كلها التك تك 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 وتك في الحيطه وامشي من القعده مش هشوف وشك تاني. لو هي كانت صاحبتها وبتتكلم عن حاجات دي كود بقى الخناقه هنا لا مش بقى بالعنجهيه دي، ولكن انت هتاخديها كده تقومي واخداها عارفه انت لما تفصصي تبشري البصله وتحطيها في النار وتحمريها، عارفه لما تعملي بصل الكشري عارفه اللي هو تقعدي تحمري 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 لغايه ما يسود، اهي دي بقى. فكل واحد على حسب موقفه في الموضوع ده، لان في الحالتين فكره ان حد صديق يتكلم على حد تاني باسلوب مش صح حتى ولو كان اللي بيقوله ممكن يبقى فيه جزء من الحقيقه، انت عرفت الحقيقه عشان تدخلت البيت علشان هو استأمنك علشان هو حس ان انت من اهل البيت فاداك مساحه من المعلومات، ده مش معناه ان انت تاخد المساحه دي وقت ما تبيعوا او تبيعوا بعض وتلعبوا بيها حلق حوش، دي منتهى قله الذوق. طبعا يعني هنا الكود الاخلاقي لازم يفرض نفسه. طبعا انا في الموقف ده انا هزيد عليه يعني ممكن كل واحد بقى بطريقته يعني انا ممكن انا نفسي اشوف في الموقف ده انت تقدري تعمليها انت اخرك هتتنرفزي والله العظيم انا متوكده وتقعدي تنططي زفار على النص وانت بتتكلمي تنرفزي تنرفزي تحمي 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 وهتتكلمي باللغه العربيه الفصحى ما اعرفش بتقلب معاكي ليه لما تيجي تتخانق والله العظيم ما بعرك لما تيجي تتخانق تلاقيها مره واحده راحت قلبت مدرسه لغه عربيه راحت قلبها لغه عربيه فصحى واتحمقت والشرح وتتك على الكلام جامد انا بقى يعني لا بس انت مش بتاذي برضو يعني لا يعني انت اقصى حاجه تعملها تمشي وتاخدي بعضك وتقفلي وتعملي بلوك تمام لا انا بقى بس انت لا بس في الاخر انا الحاجات اللي تحبي تشوفيها كده تسقط القصة دي من قدامك تماما يعني الشخصية دي وخاصة لو هي كانت صاحبتها يعني لو هي بتتكلم على صاحبتها اللي هي برضو صاحبتي هو السؤال هنا تنقلي؟ لا ما هو انا بقول لك انا الموقف لما حصل معايا هي ما عرفتش غير منها بعد سنتين ان انت عارفة إن لا ان الحوار ده حصل اصلا يعني لو قلت لها انها كلمتني ولا انا عملت كده ولا اي حاجة خالص هي بعد سنتين التانية كلمتها وقالت لها خلي سهيرتي سامحني وسامحيني عشان انا عملت كذا كذا فهي عملت كذا كذا وقولي لها ان انا محتاجة اكلمها وبتاع طبعا فهي جت تتوصل لا خلصت خلاص اه ما انا عارفة يعني القصة وهم اصلا كانوا صحاب يعني انا مش صاحبتهم يعني مش صاحبة التانية يعني هي هم الاتنين هم صحاب انا اعرف التانية يعني معرفه مش صحاب ومع ذلك اخدت يعني. موقف برضه واخدت موقف طبعا لان انا انحست لصاحبتي فهنا ما بعرفهاش ما يعني هي مش موجوده خلاص في الحياه الاهمال والتجاهل التام كان حد يعني لم يكن لم ياتي بصي هو في كل المقاييس يعني كل النتائج في اللي احنا قلناه ده ان الناس دي بتقع ما بترجعش تاني يعني أنا الصديق اللي بيعمل الحركات دي ما ينفعش نرجع تاني أنا بشوف بقى ما ينفعش دخلها البيت الغريب بقى إن أنا بشوف ناس بيعملوا العكس يعني يبقى في تقطيع وحاجات وبهدلة نفسية ويعني خناقات شوارع نفسية يعني وتلاقيهم رجعوا تاني بيتكلموا عادي لا ده هنا بقى أصل ساعات أنا عايز دي احتراف هو أنا ممكن أعمل حركة زي كده مع ناس معينين عشان برضو ما تستقيم أنا ما بقدرش بس هنا كده. الحركة دي لو أنا شخص أنا عندي خلاف بيني وبينه ورجعت أتكلم معاه
فهو اكيد هيروح في داهيه، يعني هو اكيد رايح على تراك الداهيه. ليه؟ انا بعترف، يعني انا بني ادمه صريحه جدا، لو في حد من اصحابي كان مضايقني وانا رجعت اتكلم معاه تاني على ان كان شيئا لم يكن، فاعرف ان انا بحضر لك اكبر مقلب هتاخده في حياتك. امتى؟ الله اعلم. امتى؟ معرفش. بس دي نوعيات من الشخصيات مفيش حل فيها غير كده، الانتظار ان امتى هياخد حقه. طبعا صديقتنا امل الهنداوي كاتبه تعليق بتقول احنا مش في المدرسه، ولما كنا في ابتدائي كنا بناخد موقف من بعض وده ما ينفعش، وليه اخد موقف من الثانيه؟ امل احنا قلنا الحاله دي لو انتوا الثلاثه اصحاب، لو انتوا الثلاثه اصحاب هي دي المشكله الكبيره، فانت هتبقي حمامه سلام، هتبقي مع يعني بتهدي الاجواء، بتحاولي تجمعي وتوفقي، بتحاولي تعملي حاجات. لكن احنا مش بنتكلم، لما مش بنتكلم على الموقف ده بس، الموقف ده يحصل فيه كده. ولو ان انا افتكر وانا صغيره كان في واحده صاحبتي راحت لواحده تانية انا ما بحبهاش، ولقيتها بتتكلم معاها برضو خلصت من حياتي. انا متطرفه جدا في القصه دي، وانا مش المفروض اطلب من صاحبتي انها تاخد موقف معايا خالص، لازم تاخده من نفسها. لو ما خدتوش من نفسها هي بتنزل درجات كتيره جدا. لا من انا صاحبتي لازم اطلب منها تاخد عندي موقف. لا انا ما اطلبش، لا انا اطلب اطلب بس استنى أطلب. بس استنى واتفرج واخد موقف. ما هو انا هطلب، انا هطلب وهستنى واتفرج. والله لو عملت الموقف ده وهي راضيه ومرضيه انا هحبها اكتر وهتبقى صاحبتي، لو هي عملت موقف مختلف عن اللي انا كنت متوقعه خلاص هي بقى هي راحت لحالها ولطريقها. يعني بص يا سوير، الصحوبية ما بتتجزأش، الصديق ده شيء غالي جدا زي الألماظة كده، يعني صعب قوي انك انت تشتريها. كلنا نفسنا في خواتم ألماظ قيراط واتنين قيراط وتلاتة قيراط، ما بالك انت يبقى في حياتك صديق يمثل نفس قيمة الخاتم الألماظ القيراط والاتنين قيراط، يتحافظ عليه وتحطه طول الوقت في عينيك، فبالتالي لما يجي حد يخدشه لا انت على طول بتلحق تطبطب عليه وتظبطه وتلمعه. الصديق الصديق الحقيقي كده. النهارده لو في صديق جه ضايق او اتكلم او هان او ظلم الصديق، الصديق عمري لا انا لازم اخد الموقف الحقيقي هو ان انا افضل ورا صاحبي. لكن لو احنا الثلاث اصحاب او احنا مجموعه واحنا كلنا انتمين مع بعض وكلنا فاهمين بعض وحد فيهم اتخانق مع بعض، ده لا يستدعي ابدا ان احنا نهد العلاقه، لان العلاقه دي لو هتهد بالمجموعه كلها هنخسر بعض مش محتاجين. لكن نقدر نظبط العلاقه دي، لان اكيد 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 دخولنا باسلوب راقي في التعامل مع المشكله دي هيحلها. النقطه الثالثه وهنا هنا بقى الكذب يبقى حلال، يعني لكل طرف بتحبك قوي تقول له حاجات ما حصلتش وتقوي فكرة المعزة والرصيد عند الطرف التاني. ده هي أنديل بتقول لا أتوقع أن صديقتنا المشتركة تقاطع من قطعتها ولا أطلب منها ذلك أبدا، فليس من المنطق ولا العقل ولا الحكمة أن تخسر هي صديقة بسبب مهما كانت الأسباب ودرجة الصداقة بيننا. أنا بحبك جدا وأنت من الناس الرائعات، يعني فهميني كده أنا ما كنتش يعني هي في الآخر رأيها إيه؟ هي مش عايزة لا تتوقع من صديقتها المشتركة إنها تقاطع اللي هي قطعتها وما تطلبش منها كده. أنا ما أطلبش بس أنا أتوقع، ولما توقعاتي تخيب خلاص مساحته ومسافته عندي الشخصية دي بتقل طب جدا. طب أنا عايزة أسأل أمل، طب ليه ما تطلبيش؟ يعني الفكره في ايه؟ انت طب انا هقول لك على حاجه، انت في المقابل اصل لو هو وجهه نظرك دي تنطبق عليك انت كمان، يعني انت كمان لو صاحبتك اخذت موقف من حد مطلوب منك انك انت او انت هتعملي ايه؟ انت هتفضلي مكمله هذا العلاقه مع هذا الشخص خالص. رغم لا انا بسالها هي، رغم ان انت عارفه ان صاحبتك متضايقه، لو الاجابه بنفس طريقه دماغك تمام، لو الاجابه مختلفه يبقى دوري على اصحاب تاني. يعني ما اصل ما ينفعش انا اعمل شيء وما اتوقعش من اللي قدامي ان هو يرد لي نفس الشيء، يبقى انا مش لقيطه. يعني انا مش بوزع حنيه وحب وصحوبيه لمجرد ان انا عشان انا بنت ناس مختلفه، لا انا لازم اخد المعامله بالمثل، وبالذات في الصداقه. وهي دي المشكله، مشكله ان ما فيش صداقات كتيره بتدوم، هم ان احنا دايما باصين
انا الاحسن، انا اللي هسامح، اصل انا لا، هو احنا العلاقه في الصداقه احنا مش انا. الصداقه دي يا جماعه ممكن تداوي جروح عاطفيه وجروح نفسيه ووحده والام كتيره جدا. انك يبقى عندك الصديق ده اللي زي ما بتقولوا ايه، احنا بنربي اصحابنا، بنربيهم، احنا بنتربى مع بعض، طباعنا، علاقاتنا، بنحب ايه وما بنحبش ايه، مين اصحابنا، مين الاصحاب المشتركين، نتعرف على مين جداد، ما نتعرفش على مين، ندخل مين علينا، ما ندخلش مين علينا. النهارده لو صاحب ده اعتبرني كاني انت موجوده في حياتي بس مالكيش دعوه بالاخرين، لا يبقى ما بقتش دي صحاب. الصحوبيه اللي احنا بنتكلم عليها، احنا بنتكلم على صحوبيه مختلفه خالص. احنا بنتكلم على مستوى عالي جدا وراقي جدا ومتقدم جدا في فكره صداقه. واحنا بنعمل سيرش على القصه دي مفيده، اكتشفت اغنيه لمحمد قنديل رائعه جدا في مسلسل كان اسمه صحاب، كان اسامه انور عكاشه وكان صلاح السعداني البطل ومحمد وفيق وفي حد كمان ثالث كان البطل. السيد حجاب كان كاتب اغنيه عبقريه بتلخص فكره نوعيه الصديق اللي احنا بنتكلم عليه، اللي احنا ننحزلي، اللي احنا نقاطع اي حد عشان خاطره، اللي احنا لما نشوف حد تاني او حد بيعرفه فجاه بقى صاحبه، لما بقى في مشاكل بيني وبينه يبقى هو عدو، كان عدو مختفي تحت جلدي بس هو ظهر في المواقف دي، فالمواقف بتظهر. هو بيقول ان جرحي جرحك، عيدي عيدك، وده بين وريدي وبين وريدك، يا صديق عمري يا صاحب ذكرياتي، انت كنز ايامي، تحويشه حياتي، ومرايه اللي بشوفها، اللي بشوف جواها ذاتي، وتواجهني بعيبي، تكشف سيئاتي، وتقسى بحنان واستزيدك، يا صديقي مد ايدك، ادي ايدي مد ايدك. النوعيه دي من الاصحاب اللي انت يعني قدام، يعني انت بس على حد تاني، يعني انت حد تاني في صورة تانية، فما ينفعش غير الولاء والوفاء. وننتظر تعليقاتكم، واحنا فرقنا بين الثلاث مواقف اللي ممكن تحصل، واعتقد ان في ده الموضوع ده محتاج مناقشة ونجيب الانواع من الاصحاب بالزبط. يعني انا ممكن اجيب لك اصحابي عشان يفضحوني اكتر. يعني عندي انا يعني عارفه انا لازم اطلع في احاضر، يعني انا عندي نوعيه الاصحاب دي، يعني الاصحاب دي اللي هو عارفين البلطجيه اللي هو مفيده الالترس بتاعي. خلونا الاصحاب هم الجيش بالظبط، يلا هم الجيش، يلا. هم الظهير السياسي بالنسبه لاي حد، الظهير الانساني، جيشك هم اصحابك. خلينا نطلع فاصل، يومكم زي الفل، ولسه حلقتنا مكمله ونشوفكم بعد شويه. الدسوقي هو أحد أهم الوجوه التي أدرقت قيمة التلفزيون، فقدموا إليه أزهى عطاءهم، وكانوا مثالاً لما يمكن أن يكونه الفنان الممثل من وسامة الخلق وأناقة الحضور وكرامة الصمت وأصالة القيم. أحد فرسان أحلام جيل الثمانينيات والتسعينيات بما مثلته شخصيته من حضور فريد في الفن وفي المجال العام. قام كسفير للنوايا الحسنة لشؤون اللاجئين ومديراً لمهرجان الإبداع الفني للطفل المعاق لمدة 10 دورات في محافظة أسيوط، إحساساً بدوره تجاه المجتمع الإنساني خارج حيز التمثيل. حققت له الأدوار الجادة ابن البلد والأرستقراطي والضابط جسراً من الثقة والأحترام الكبيرين بينه وبين الجمهور، ووصل رصيده الفني إلى 80 مسلسلاً و15 فيلماً و15 مسرحية. اليوم نتحدث معه عن الفن والحياة، ونستعيد معه ذكريات وكواليس مسلسل تزوج وابتسم للحياة، زمن عماد الدين وسيد درويش والأخت تريز وقضاء عظماء وغيرها من الأعمال المهمة التي قدمها. وبنجد حيالكم المشاهدين في ضيافتنا، احد ابطال الجيل الذهبي في الدراما التلفزيونيه، الجيل اللي اقترب من النموذج المثالي لكلمه
بطل، بطل رومانسي جيل كله كنا احنا بنشوفه على حق، بيحقق لنا متعة خاصة، بيحقق لنا صورة النجم لما يكون أصيل في الحياة زي ما هو في الفن، ونبيل في كل المواقف. فده كان بالنسبة لنا هو ده الشكل البطل، ما عرفناش أي حاجة غير هذا الشكل وهذا الإطار الإنساني. عندنا في كتيبة وشريحة كتيرة جدا من الفنانين بينطبق عليهم هذه المواصفات، بنشوفه دايما نسيج من وجداننا الصادق، بيمثل دايما قيم جمالية وأخلاقية وإنسانية، ولازم إنصافا لهذه المرحلة وللنبلاء اللي كانوا موجودين فيها، ممكن ناس تشوف ان توارى عنهم الضوء وربما اصبحوا هم مصدر الضوء. الى احد او ابناء هذا الجيل اللي منورنا النهارده طارق الدسوقي، حديثنا هيكون عن حاجات كتيره جدا لانه هو مثقف ومتفاعل وطول الوقت حاضر، وهو منورنا وعايزين نتقرب منه اكتر ونعرف عنه اكتر. اسعدتنا ونورتنا يا طارق. اولا انا بشكرك جدا يا سوير على المقدمه الجميله دي وعلى الانترو الجميل اللي لسه متفرج عليه، والكلام الكبير ده بيخضني بصراحه يعني، وبيحسسني ان انا يعني عارفه جيل الزمن الجميل والحاجات دي، فيعني بيكبرني. ثانيا خليني بس اعبر عن الاول عشان الناس تبقى مستوعبه لو شافوني ان انا مش طبيعي شويه في البرنامج، ان انا يعني وانا طول الطريق جاي فعمال استوعب فكره ان انا بكامل قوايا العقليه وارادتي اجي برنامج الستات ومع مفيده شيحه وسوير والله جودة. ما عملت له حاجه، انا قاعده قطه والله، ولبسلك بينك بقى كده وكيوتي خالص كده، ولو برضه مش عايز اقول لكم. فانا بحاول ان انا استوعب الفكره بان انا جيت هنا بكامل ارادتي، ما حدش يعني غصب عليا، اقر واعترف، ربنا يستر يعني. الاول نورتنا وشرفتنا. ربنا يخليك. بس قبل ما نخش معاك في الحوار، انت كان عندك اول ما دخلت كان قلت لنا على فكره يا جماعه الموضوع الصداقه ده انا ليه وجهه نظر مختلفه عنكم وعايزه يعني اقول لكم عنها، فقلت له لا نقولها في الهواء. دي حقيقه، دي حقيقة. اللي انت مختلف فيه في الموضوع صحاب؟ دايما احنا بتحسبوها حته ان مثلا لو انا وانت اصدقاء جدا وانت اللي عرفتيني بسهير، فبدايه الصداقه احنا الاثنين، فالمفروض الولاء والانتماء اكتر ليكي مش ليها. ده مش حاصل في الحقيقه، لسبب انه احيانا انت ممكن تعرفيني بحد والحد ده يطلع متوافق معايا الى حد كبير جدا جدا، ايديولوجيا وثقافيا وعاطفيا وفكريا، ربما اكتر مني انا وانت كمان. يعني احنا قابلين بعض على عيوبنا واصدقاء من زمان، لكن فجاه بتعرفيني على واحد بالصدفه. طيب او واحده بيطلع قريب مني اكتر. طب اقرب منه اكتر. طيب بهذه الافتراضيه، بس لو الاثنين حصل بينهم مشكله انت هتبقى ايه؟ لازم نصدر للناس فكره الاحتواء وفكره التسامح عموما، لان ربنا بيغفر. انا ممكن صديقي الانتيم اللي انا قريب قوي منه من زمان قوي ده يبقى حساس زياده عن اللزوم وبشكل مرضي وما بيقبلش التسامح. الطرف الثاني حتى لو اخطا واعترف بخطاه لكن الثاني مش عايز يسامح، انا لازم ما افقدش الاثنين. لا طب لو مش خطا، لو اذى، طب لو زعل، لو اذى حد صاحبك، لو اذى بدون قصد. لا انا بقول بقصد، بقصد وبشر. لازم هنغفر. لا بقصد وبشر، ده احنا ده انا نفسي هخاف منه اوريدي لانه هيبقى انسان شرير بطبعه، وزي ما اذاه هيأذيني هيأذي اي حد. ده موضوع تاني. لكن انا بعتبر على انه ان احنا التلاتة اسوياء، بس فينا نقاط ضعف ونقاط قوة وضعف إنساني وصفات، وإحنا بنقبل بعض بعيوبنا ومزايانا أكيد، إحنا بناخد بعض كده كباكج كاملة. لكن فكرة التسامح دي وفكرة قبول الآخر والاحتواء لازم على طول نصدرها، وخصوصا في المرحلة دي إحنا محتاجين نقول ده للناس بشكل أو بآخر، يعني لأن ربنا بيغفر. دي الحاجة التانية، أنا كتير حتى أحيانا بشارك في جلسات صلح بالناس طار ومقتول من هنا 8 ومقتول من هنا 7 كتير، وبحضر الاعداد العرب دي. طب ليه وحد بيقدم علاقتك بالموضوع ده؟ لا خالص، علاقتي دي زي علاقتي بان انا ليه سفير نوايا حسنه وليه بزور معسكرات النازحين واللاجئين في غزه ولبنان دي هنسال فيها. بس انت ليه علاقتك مثلا بعادات الطار؟ يعني ازاي أنا شايف جات إن اللينك ازاي؟ انا شايف انه اي فنان او اي شخصيه عامه مؤثره
لازم يبقى لها أنشطة مجتمعية وخيرية كتيرة جدا، ولازم يشارك الناس في كل همومهم. أيوة بس أنت اللي اخترت فكرة أن أنت تبقى يعني عنصر صلح في اللي هي جلسة العرب زي ما بنسميها كتير. في جلسات الطار ولا هي فرضت عليك ولا جات بالصدفة؟ تعرضت عليا وأنا قبلت الفكرة جدا، كون أن أنا أشارك بشكل أو بآخر في حقن الدماء بين الناس وعدم إزهاق أرواح، وحساهم بشكل أو بآخر أو بشكل غير مباشر في إحياء روح ووقف نزيف دم. أعتقد إيه أصعب شيء أصعب جلسة عرب والجلسات العرف دي، إيه أصعب حاجة حضرتها؟ وإيه بنودها يعني علشان فيها ليها قوانين؟ بيبقى عيلتين بينهم طار، اتقتل من هنا حد، التاني قتلوا حد، ممكن يوصل لسبعة من هنا، تمانية من هنا، وعايزين نوقف نزيف الدم بين الاتنين ويحصل صلح. تتدخل العائلات الكبيرة اللي موجودة في القرية أو الكفر يعني، وبيعملوا سيرة أو يعني الناس بتروح هنا وبيروحوا هنا، يقعدوا ويحاولوا يصلحوا ذات البين بين الاتنين. أحيانا بيعرضوا دية بمبلغ معين، بيعرضوا أشياء من هنا لهنا لغاية ما ربنا بيوفقهم في أن الطرف الثاني بيقبل أو بس بيقبل. بس ساعات ما بيقبلش. لا، وأحيانا بيقبل بتقديم الكفن بتاعه والتاني يعفو أو يصلح. بيتعمل شادر كبير بيبقى فيه أكتر من 10,000 بنادم من كل كبارات البلد. وانت حضرت كل ده؟ كل ده، وبيحضر أحيانا مدير الأمن، المحافظ، شخصيات عامة، رجال دين. يعني أنت بتلاقي نفسك في دور المصلح الاجتماعي ده؟ ليه لا، لو في دي ان انا اعمله ده واقوم بالدور ده وربنا مديني هذه الملكه ان انا اقدر اتكلم كويس واوصل المعلومه بشكل جيد والناس بتثق فيا وبتصدقني في اللي انا بقوله، والحمد لله يمكن تاريخي كله او كل الاعمال اللي عملتها ما فيهاش اي عمل سطحي او تافه او مبتذل، فده بيخلي فيه مصداقيتك عند انواع الثقل والثقه. ده يخليني اسالك عن، نخش بقى على اعمالك، انت فين؟ انا معاكم هنا. ايوه انا عارفه، بس صعب انت فعلا زي ما احنا زي ما ابتديت معانا في الحلقه، صعب ان انا اقول ان انت كنت من الزمن الجميل، لان انت لسه شاب وعندك القدره على ان انت تبقى موجود والناس حباك والناس فاكراك وعمالك فعلا بتتكلم عنك، بس انا مش شايفاك وبقالي مش شايفاك فتره طويله. انت عندك حق تماما. انا عامل 80 مسلسل تلفزيوني و15 فيلم سينمائي و15 مسرحية. طيب. وعديد من الأعمال الإذاعية والسهرات الدرامية، والحمد لله زي ما قلت لك مفهومش عمل تافه أو هايف أو سطحي أو مبتذل أو إلى آخره. سنة 2011 أو بعد الثورتين يعني 25 يناير و30 يونيو، حصل حاجة مش طبيعية في الدراما ومستوى الأعمال اللي بيتقدم. قعدنا 5-6 سنين بنقدم مجموعة من الأعمال بعيدة كل البعد عن هويتنا بقى بكل ما تحمله هذه الهوية من عادات وقيم وتقاليد ولغة، مش الأشياء اللي أنا كنت بقدمها ولا اللي تربينا عليها ولا اللي صاغت عقولنا وجداننا على مدار سنين. طب ما تجرب. لا، كان لازم ابعد لفتره لان الدنيا اختلط الحابل بالنابل والناس مش عارفه مين الصادق ومين الكذاب، حتى برامج التوك شو مش بس الدراما، الاعلام كله بشكل عام والفن. طيب، هو في مناخ اكبر كتير على الابتعاد، دي حقيقة. سواء يؤسر السلامه فانا مبتعد بارادتي او يعني مضطر. تمام. مضطرا او اختياريا. تمام. لكن في ناس كتير فكرت في الاعتزال، هل انت كنت غاضب يعني انت بس واصل لمرحله الغضب مفيش ما بعدها تفكير في الاعتزال، ولا روادتك افكار الاعتزال؟ ولا كانت غضب ولا فكره الاعتزال خطرت في بالي ولا لحظه واحده، هي كل الحكايه فكره تروي وابتعاد لغايه ما المناخ العام ده يتصلح حاله ويبقى بالشكل اللي انا يؤهلني ان انا اشارك. ايوه بس الفنان، بس انت ابتعدت كتير. ما انا هقول لك، انا عشان كده انا بديت كلامي مرحله 5-6 سنين. تمام. خلينا نعترف انه السنتين ثلاثه الاخيره دي الدنيا ابتدت تتظبط شويه، وابتدت الشركه المتحده للاعلام تهيمن على سوق الدراما وابتدوا يقدموا اعمال الى حد كبير، اعمال جيده وبتناقش مشاكل وموضوعات مهمه. فعايز ارجع بقى. مش عارف ازاي. يعني مش عارف حد في الساحه. اكتشفت ان انا تستكبر ان انت تكلم حد من طبعا. لا، تستكبر. انا هقول لك، اولا انا 3/4 او 90% من المنتجين او المخرجين او المؤلفين اللي هم دلوقتي اللي موجودين انا ما اعرفهمش وما تعاونتش معاهم قبل كده، دي نمره واحد. حتى لو فيهم حد انا اعرفه صعب قوي ان انا ارفع سماعه التليفون اكلم منتج اعرفه او مخرج اقول له انا مش معاك ليه او انا عايز اشتغل، صعب، ما اقدرش، ما اعرفش اعملها خالص يعني. فبالتالي
الابتعاد بقى في السنتين ثلاثه الاخيره دي لا مش بمزاجي ده بقى، ده كتف كده. حتى في ناس من زمايلي ومن جيلي كتير كانوا بعاد ورجعوا بشكل او باخر. طب ما تعرفش ليه هم يرشحوك؟ ايه هم يرشحوك؟ مش بس ترشيح يا سوير، انت ما تعرفش ليه؟ انا اقول لك ليه هم رجعوا، لان هم نشطاء على السوشيال ميديا. انت ما فيش عندك اي اي شغل، ده انت معتزل. يا مش معتزل، انت مكبر دماغك 5 سنين في الاول وبعدين ب3 سنين. طب يا عم اعمل سوشيال ميديا. لا ماليش في السوشيال ميديا. طب انا اعمل ايه؟ انا فعلا عندك حق، انا السوشيال ميديا بيني وبينها عداء رهيب. طب ازاي؟ ما هي دي لغه الجيل. عمري ما فكرت حتى ما نزلتش انزل بوست انزل صوره، مع ان عندي كتير قوي من المناسبات والمهرجانات والمؤتمرات اللي انا بشارك فيها وحاجات مهمه قوي قوي ابقى عايزه اشارك الناس بيها. لا عمري ما ولا طلعت لايف في مكان مهم قوي او بتكرم بره مصر كمان. خجل ولا ما انتش منتبه؟ يعني ده نوع من الخجل ولا مش ثقافتك؟ مش منتبه؟ لا لا مش ثقافتي ومش خجل ولا حاجه، بالعكس. انا طول ما انا طول الوقت بقوم بدوري التثقيفي والتوعوي والتنويري ومش قاعد معتزل ولا مكتئب ولا ايوه. بس هو ده بيكفيك يعني بيرضيك ولا انت في حته ناقصه؟ اصل الفن ده نداها. طبعا خليني اقول لك، بس انا يمكن خلال الفترات اللي انا قاعد فيها عشان الناس برضو تبقى عارفه، مش قاعد مكتئب في البيت وحاطط ايدي على خدي وكده، لا بالعكس انا بقوم بدوره شديد الاهميه. اولا انا بحاضر بدرجه استاذ للدراسات العليا كليه اداب جامعه القاهره. ما شاء الله. دي 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 حاجه. سفير نوايا حسنه وعضو اتحاد السلام الفيدرالي التابع للامم المتحده، وزرت معسكرات اللاجئين والنازحين في غزه، لبنان، العراق، دارفور الى اخره. رئيس لجنة الثقافة والإعلام في حزب المصريين الأحرار وعضو الهيئة العليا للحزب. يعني أنا سبيكر أو متحدث رئيسي في معظم الندوات والمؤتمرات اللي بتتكلم عن نبذ العنف والتطرف والإرهاب، عن الوحدة الوطنية. ما يسويش بس كل ده لحظة نجاح قدام كاميرا. موافق تماما وبرافو عليكم. أنا كل ده لا يساوي لحظة بقفها قدام الكاميرا. بتوحشني، الجمهور بيوحشني، المسرح بيوحشني. أنا مؤمن. أنت وحشنا. ربنا يخليك يا حبيبتي. أنا مؤمن كمان بأهمية ورسالة الفن في حد ذاته، معتز وفخور إن أنا بمتهن هذه المهنة المسؤولة عن صياغة عقول ووجدان الناس، وبتأدي رسالة في منتهى الأهمية والخطورة. بس وفروا لي المناخ الجيد، اطلبوني في عمل جيد يحترم عقل الناس ووجدانها، ودور جيد، ما بقولش بطولة وحاجات كده ومن الجلدة للجلدة، لا على الإطلاق. مش حجم الدور، لكن تأثيره في الدراما أو البناء الدرامي للعمل. ما انت قلت ان في ال3 سنين اللي فاتوا دول الأعمال الدرامية المقدمة بقت حلوة، يعني في قصص حلوة تنفع، في أدوار كتيرة للجيل التسعينات ده يخش. تمام. مرة تانية، ولما بيخش بنلاحظ وجوده في المسلسل، بيرفع المسلسل. عندك حق. اتبعت لي مسلسل رمضان اللي فات مثلا، يعني رفضته ليه؟ ليه؟ أقول لك ليه. أولا بعتوا لي قالوا لي الموضوع عن كذا 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 كذا، مش هقول طبعا الاسم عشان ما احرجش حد يعني. قلت له الموضوع حلو قوي وبيناقش قضيه احنا محتاجين نقولها للناس، ابعتوا لي الورق. تمام. فبعتوا لي 10 حلقات، قريت لقيت الدنيا ماشيه كويس. قلت لهم كمل، ادوني بقى بقيه الحلقات. قالوا لي لا ده هم 10 حلقات بس اللي طبعوا لغايه دلوقتي. هو الصناعه كلها بقت كده. قلت لهم طب انتوا بتصوروا والرمضان كمان شهرين بتصوروا على الهواء؟ بنتوا قالوا احنا بنصور. تقول له طب المخرج، طب المؤلف، ولا واحد ولا حد مسين عنده اكتر من 10 حلقات دول. طب الباقي فين؟ قلت لهم طب خلوا المؤلف او المخرج او اي حد يكلمني يقول لي التتابع، يعني يقول لي الدنيا رايحه فين، يعني الحدوته ايه ماشيه بعد كده. ولا حد عارف. مساله بتيجي على الهواء اول باول، وكمان مسموح للمؤسسين احيانا ان هم يرتجلوا. انت ايه اللي ضايقك في التغيير؟ حتى لما الراجل بيقول لي ابعت لك العقد، قلت له حمضي على ايه؟ طب انا عارف انا كام حلقه ولا كام مشهد ولا كام. انت عارف ان ده بقت لغه السينما والدراما الجديده؟ ما هو ده اللي ودانا في ده. ايوه بس انت لو ده السبب الرئيسي يا مفيدة، ما عندكش المرونه يبقى مش هتشتغل خالص. ثانيه واحده، دي مش لان هو ده. لا لا، دي مناخ عام في كل الاعمال حضرتك. ما هو ده السبب الرئيسي في انه بنفاجئ باعمال على الشاشه مصايب سوداء وكوارث، واحيانا يقول لك رفع الحلقه الاولى مش عارف بعد ما تكون اتذاعت، او حذف المشهد بعد ما يكون اتذاع ووصل للناس الرساله العكسيه الرهيبه اللي غير اطار هويتنا ولا منظومه الاخلاق والقيم بتاعتنا، وبيحصل ده كتير. انا دلوقتي يعني انت موضه قديمه. هقول لكم انا اتكلم. لا انا مش موضه قديمه. هم بالنسبه لهم انت موضه قديمه، انت بتتكلم بالاصول اللي ما بقتش موجوده. بالظبط. ما هو ده الشيء المدهش في الموضوع،
هي ليه ما بقتش موجوده؟ عارفه لو في سبب قهري اقول لك اوكي واحترم ده، لكن ما فيش سبب غيرنا احنا ان هو في دوافع اخرى للحكايه. انا دلوقتي مندهش، يعني ما يبقاش في بلد زي مصر فيها كثير، بتواجه كثير من التحديات والمخاطر، وبتواجه كثير من المؤامرات في الداخل والخارج، وعندها كثير من المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويبقى الفن في معزل والدراما في معزل وبيعملوا حاجة تانية خالص. ما يبقاش عندي بيسقط شهداء كل يوم من الشرطة والجيش والمدنيين الأبرياء، وأنا بقدم في الفن والدراما بتاعتي ومسلسلاتي أشياء بعيدة كل البعد عن ده، وأنا محتاج أعيد صياغة عقول ووجدان الناس بما يلائم المرحلة اللي احنا عايشينها. بس في مسلسلات اتقدمت زي الاختيار وغيرها من المسلسلات بتتكلم ورفعت الوعي عند المشاهد كتير، وفي برضو ناس كتير قالك طب جنب الاختيار حط لنا حاجة تانية برضو، فعملوا مجموعة مسلسلات برضو مختلفة. برافو عليكي، مؤيد تماما. مش شرط يبقى كل المسلسلات. لو ترجعي لحديثنا من شوية، أنا قلت إن بقى لنا سنتين ثلاثة بقى في شوية أعمال جيدة بتتقدم، ومش بس الاختيار والقاهرة كابل وهجمة مرتدة اللي هي الأعمال العسكرية أو الوطنية، لا في جزيرة غمام، لا في جزيرة في رجعني اتفرجت عليها؟ طبعا في جزيرة غمام، في لعبة نيوتن، في خلي بالك من زيزي، في طاووس، في أشياء مسلسلات كتيرة اتعملت بتناقش قضايا كويس، لكن أنا عايز الكل أو عايز 80-90% من الأعمال. بتكلم معاك بجد، مش بس سيستر انت كان زمانكم 80-90% من الاعمال ما كانتش كلها برضو. لا 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 لا, لا ازاي احنا كان في العكس. اعمال حلوه قوي قوي وما كانش في اعمال كان في حد ادنى. لا 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 كان في حد ادنى، كان في ليميت، يعني حتى العمل اللي بقول عليه عبيط او يعني معدي او يعني ها ماشي كان برضو معقول، كان بيناقش برضو شيء وتفاصيل الحكايه. هو في دماغ اجيال بقى، يعني في اجيال دلوقتي، ما هو ده نفس الفكره بقوله لك، في اجيال السوشيال ميديا بقوا عايزين يشوفوا نفسهم جوه المسلسلات الاعمال الدراميه. انت وجودك بقى في الاعمال دي انا بعتبرها زي صمام امان لعدم تجاوز الفكره، يعني مجرد ان انت عنوان ان هذا العمل يستحق المشاهده. فانا بشوف ان انت مش مادي اللي عليك في ان انت تبقى متواجد اظهر. انا عايزه مش عيب ان انت فنان بحجمك تقول لهم انتوا في ايه يا اخوانا انا عايزه امثل. لا هضحكك، ضحكك. قالوا لي ايه، قعدت افكر كده زي ما انت بتقولي، فقلت ايه انا قالوا لي عايز نصايح بقى يا جماعه. طب انا عايز ارجع، انا عايز امثل يعني. فاقتراحات اللي اقترحت عليا ومن ناس لها يعني لها ثقل، يعني مش من ناس من بره الحكايه، قالوا لي طارق اعمل لوك جديد. واعمل اللي قلت لهم ايه اللوك دي؟ قال لي يعني مثلا خلي كل ده ابيض وهنا ابيض او ابيض في اسود، احلق اقرع، اعمل حاجه كده واعمل فوتو سيشن ونزل الصور دي في قلب. قلت لهم ليه؟ قالوا لي عشان ترجع بقى باللوك الجديد. قلت لهم لوك جديد ايه يا جماعه؟ انتوا اللي بتقولوا الكلام ده بتفهموا في الشغلانه؟ في حاجه اسمها دور كاركتر، يعني شكلي الطبيعي ده حاجه، واللي انا حسب الدور. لو الدور عايزني ابقى ابو، انا مش سعيد اعمل ابو حسين فهمي، مفيش مشكله خالص، بحفظ الالقاب طبعا، يعني اعمل لواحد عندي 90 سنه 80 سنه مفيش مشكله، وابقى كله ابيض. الدور عايز كده، او اعمل دور مرحلتين، مره صغير وبعدين بيكبر، او اعمل دور مركب، او دور واحد عنده كفينا شر يعني كانسر فحالي اقرع وارهاق وبتاع. الدور عايز ايه؟ في ستايلست هيقول لي البس ايه، وفي ماكير هيقول لي اعمل ايه، وفي مخرج وفي مؤلف هنحط اطار للشخصيه واعمل. اما في حياتي العاديه دي الشخصيه ابقى اي حاجه، ابقى زي ما انا، ابقى الشكل اللي انا عايزه، ابقى شكلي. وبعدين مساله تحولت لصور، يعني انا ممكن ابقى تيب كويس قوي وصوره أيوة حلوه، لكن في مش زمن ممثل كويس. لا انت ممثل كويس، بس عشان ما اضحكش عليك، احنا في زمن الصوره، احنا في زمن اللي نصحوك باللوك الجديد يفرق. عارف انت حبه الدقن البيضة وشعر ابيض هيقولك والله انا بالصدفه ايه رايك انا بزبط الراجل ده مش موجود زيه كتير، وهو طرد سوق ده ينفع ويشتغل في حاجات كتير جدا. لا لا لا. هنحطه الحبيب الكبير، هنحطه الاب الظريف اللي عنده مراهقين، هتعمل ادوار كتير. احنا في زمن الصوره، ما هو لازم بقى، لا لازم المخرج اللي عنده وعي ورؤيه وبتاع عارف ده ممثل كويس يقدر يعمل ولا لا، فبالتالي اجيبه واطوعه للدور حسب الدور اللي عايزه. اعمل لي شكلك يعني كذا، لبسك كذا، ان انت بس تبقى مهاراتك ان انت ممثل كويس وتاريخ كويس وعندك يعني شغف وحنين واداء وكل الحاجات دي ما بقتش هي بس، او هي دي مش كفايه،
ممكن ما يبقاش عندك ولا حاجة من دول، بس في معايير تانية بقت بتفرض نفسها دلوقتي. فالمرونة ان انا ابقى فاهم انا فين، واخد واتعامل اتكيف مع العصر اللي انا رافضه، او الادوات الجديده، او التفكير الجديد، او الحاجات المفردات الجديده اللي مفروضه، واخد موقف منها، هفضل واخد موقف منها. والافكار التانية بتاعت غير اللوك تواجد في الاماكن اللي هم بيقعدوا فيها المخرجين، في كافيهات كده ومطاعم بيقعدوا فيها المخرجين. ما هو اللي بعيد عن العين بعيد عن القلب. طب انا الاماكن ما بحبهاش، مش عايز اقعد فيها، يعني ما اناش مجبر اقعد فيها ليه يعني؟ او مثلا مش عارف اكلم، طب اكلم فلان مش صاحبي مش صديقي، طب هو ما بيكلمنيش ليه يعني؟ انا اكلمه طب يعني؟ لا، في حاجات كده انا ملهاش علاقه يا جماعه بالفن النفس وباللي احنا عايزينه. عايزه النفس والكرامه انت واخدها في الحاجه الثانيه. حتى اللي انت قلتي جمله مهمه قوي مفيده، لما بتقولي لي الاجيال الجديده بتاعت السوشيال ميديا عايزه تشوف نفسها. انا على وده على فكره يدخل تحت بند تاني بيقولوه حريه الابداع، ان انا مش لازم افرض على المبدع وعلى المؤلف شكل معين من الدراما لازم يقدمه بالظبط اطلاقا. انا مش ضد حريه الابداع، اعملوا كوميديا، تراجيديا، سسبنس، اكشن، اعملوا اي شكل من اشكال الدراما، بس كلنا لازم نسال نفسنا احنا بنعمل ده ليه؟ هنقول ايه للناس؟ محدش يقول لي للانترتينمنت او التسليه او فن للفن، ده يجوز في اي مجتمع تاني، في اي بلد تانيه، في اي ظروف تانيه، لكن بلد باللي انا حكيته ده عنها ومن المرحله دي لا ما ينفعش خالص، لازم يبقى نسال نفسنا ليه؟ وطول عمر اي مبدع في الدنيا عنده الحلول اللي هي تحقق المعادله الصعبه دي، ان انا اقدم الفكر زائد المتعه في نفس الوقت. طيب اذا طارق الدسوقي عنده احلام، والثلاث نصايح اللي اتنصح بيهم علشان يبتدي من اول وجديد هو رافضهم كومبليتلي ورافضهم تماما، مش هيعملهم، مش هعملهم، هيعمل ايه؟ خلونا ما تكملي قولي لهم اذا كان عاجبكم كمان عشان يكرهوني اكتر. لا لا خالص، خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل الحوار. وبنجد تحية لكل المشاهدين، وفي ضيافتنا النجم طارق دسوقي. وكان عندك موقف إنساني ناخدك بس من الحاجات اللي مضايقاك دي ونروح لمواقف حلوة. كان عندك موقف وقت ما كنت مع أستاذ سمير غانم، كنت بتعمل تزوج وابتسم للحياة، وكان حصل لك مشكلة في عينيك وكنت فقدت العمى أو بين قوسين أو أدنى، يعني احكي لنا التجربة دي، إيه اللي حصل لك إن أنت تفقد نظرك يعني؟ دي حاجة يعني تفكرين بيه طيب. الله يرحمه طبعا الأستاذ سمير ومدام دلال، رحمة ونور طبعا. يعني أنا كنت بكن لهم كل الحب ومحبة كبيرة جدا وعزاز على قلبي قوي، لأنه الاتنين ليهم مواقف جميلة جدا، منهم الموقف اللي حضرتك قلتيه دلوقتي ده هقول لك هو إيه. ودلال كمان عملت معاه أكتر من 10 أعمال يعني كل ثانوية، تلفزيون وسينما، وشخصية طبعا جميلة قوي. الأستاذ سمير أنا عملت معاه مسلسل واحد هو تزوج وابتسم للحياة، كان إنتاج وتأليف الأستاذ فيصل ندى الله يرحمه، وكنت أنا وهو، وكان معنا أحمد بدير ورغدة ومجموعة كبيرة يعني من الأسعاد نصر الله يرحمها، مجموعة كبيرة من الفنانين والفنانات. أنا كنت بعمل مسلسل اسمه عزيزة ويونس أنا وشيرين في دبي، وآخر يوم تصوير تقريبا أنا خدت فيروس في عيني حاجة نادرة كده، لأن تاني يوم جيت كنت أنا متعاقد على مسلسل تزوج ابتسم الحياة ومفروض أعمل بروفات وهنخش تصوير بعد 15 يوم 3 أسابيع حاجة كده. فطبعا تاني يوم ما جيت من دبي لقيت عيني دي كلها لون الدم، بتجيب صديد تمام، وحتى وأنا مغمضها كده لو في نور فوقية أحس بألم مبرحة، قطرات مراهم، رحت لدكاترة كتير نوي. فروحت للاستوديو، كنا بنصور في استوديو عرين، ورحت عشان اعتذر عن المسلسل، ورحت بنفسي عشان يشوفوني بتطبق القطن ده والنضاره ان انا كده. فالاستاذ سمير الله يرحمه كان موجود وقال لي ايه الحكايه، قلت له حصل كذا 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 وانا مش عارف تقريبا والدنيا رايحه فين. انا قال لي طب اسمع، اكبر دكتور عيون انا اثق فيه دكتور المفتي، وده عيادته هنا في الزمالك جنب الاستوديو يعني في اخر الشارع في البرج اللي على اول الشارع ده. طبعا عشان انت تروحوا كده فيها 2 3 حجز وحاجه يعني، فانا هكلمه.
ما اكتفاش بقى من انه حبيبي يعني يكلمه بس ويقول له طارق هيجي لك والحكايه كده، جه معايا حبيبي والله. اه والله العظيم فنان سمير صبري، سمير الغانم ده الحكايه دي انا بحكيها يمكن لاول مره ما قلتهاش قبل كده، وما يعني راح معايا لغايه هناك. وطبعا انا سموره حبيبي ودخل وكده، فيه 10 دكاتره بتعدي عليهم على ما توصلي للدكتور الكبير دكتور المفتي. وفعلا رحنا له، هو كان صريح قوي قوي، اول ما كشف بعنايه وبتركيز كده عليا قال لي انت يعني قاب قوسين او ادنى ان انت تتعمي، لان ده فيروس نادر ومش موجود هنا. فقلت له فعلا لسه راجع من دبي. قال لي رد فعل عليك ايه؟ واحد الدكتور بيقول لك انت ممكن يحصل لك اه 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 خلاص اه والله. اداني مجموعه كوكت. ايوه انت حسيت بيه؟ رعب طبعا والم طبعا، في عز شبابه ولسه بيقول يا يادي وهيتعمي. فاداني كتب روشته طويله كبيره قوي قوي فيها مجموعه قطرات وكورتيزونات ومراهم وكوكتيلات صبح وليل وبالليل وبالنهار وحاجات كده غريبه، وقال لي 48 ساعه واشوفك عشان اقول لك احنا هنكمل وفي امل ولا يعني خلاص بقى هتشوف ايه الدنيا هتبقى عامله ازاي. ففعلا يعني ابتدى الدنيا شويه، فكشف عليا بعدها 48 ساعه قال لي لا هنكمل، وكملت فعلا اظن 10 ايام او اسبوعين بعدها. وعملت المسلسل تزاوج ابتسم الحياه مع الاستاذ سمير، والحقيقه يعني لو يمكن انساله الفضل ده ولا مين اصدقائك دلوقتي في الوسط؟ يعني مين اللي بتسال عليهم وهم بيسالوا عليك وبتشوفهم بتخرجوا؟ بصي انا كل علاقتي بكل جيل كويسه، بس مين اصحاب؟ لا مش كويسه كمان، وقريبين وكلوزد كل جيلي اصحابي قوي قوي. مين بيسال قوي عليك؟ لا احنا على طول بنتكلم ونتواصل، وكنا في وقت من الاوقات مثلا نبقى كل مناسبه كل رمضان كل عيد كل راس سنه كل مش عارف نبقى موجودين، اعياد ميلاد حاجات نبقى مع بعض يعني كتير اسريا كمان يعني كنت على طول. مين اكثرهم صداقه؟ احمد عبد العزيز ومراته، جمال عبد الناصر ومراته، ناصر سيف، خالد زكي ومراته، احمد ماهر ومراته، يعني كل دول كنا وانا ومراتي يعني كنا على طول بنتقابل. طب انت مش ملاحظ ان جيل كل الاسامي اللي انت قلتها دي متوقفين؟ ما رجعوا كلهم الحمد لله. لا بس كان جات لهم فتره في توقف الجيل كله، جيل بتاعي. ما طبعا ما هو انا بقول لك اهو الفتره دي او المرحله دي فجاه المعايير كلها والمقاييس اتغيرت بشكل غريب وغير مفهوم على الاطلاق. فلقينا زي ما انت قلتي كده صور ولوكات وتيوبرز مثلا ناجح وتيك توك مسمع فيجيبون يديله نجم، او بقى في استسهال مثلا عايزين دور بلطجي فنجيب بلطجي بجد، عايزين دور مش عارف ايه فنجيب حد بجد. حتى انا ببص على وشوش انا لا مش ممثلين يعني. وطبعا ده بتبقى الكارثه الكبرى والمصيبه، وبعد كده بترجعوا تقولوا او الناس ترجع تلوم على الفن وعلى اهل الفن. الكارثه الكبرى بقى لما بتلاقي التصرفات بتاعت هؤلاء او الانترفيو اللي بيعمله في اي تلفزيون او في صحافه او على السوشيال ميديا، بتلاقي كوارث بقى. طب كوارث تدل على منتهى الجهل وعلى منتهى التخلف او على منتهى عدم الوعي. مين من الفنانين دلوقتي اللي انت ممكن تقول والله لا تمثيلهم جيد او إيه؟ مبشرين مين من الفنانين؟ مين بيستوقفك يعني؟ مين مبشرين ايه؟ احنا عندنا ممثلين وممثلات عبقره مش بس بجد؟ طبعا صغيرين ولا كبار يعني اللي كل الاجيال اللي انا بحبهم من كل الاجيال على فكره. اللي انا مثلا انا بحبهم قوي مثلا ماجد الكدواني. لا ماجد طبعا عبقري عبقري اديكوا قلت اهو سكر. ما هو ماجد خالد الصاوي طبعا دول لا يختلف عليهم. محمد ممدوح لا هو برضه ما بيختلفش عليه. احمد داود انا عمال اقول لك هو اسامي يعني محمد فراج طبعا يعني طبعا انا عارف ليه بقول الاسامي دي يعني داود وفراج لا دول اسماء او ممثلين يعملوا اي حاجه اي دور شرير خير صغير كبير يعني عنده القدره انه يلعب كل الادوار وشديد الاقناع والصدق. في الستات كتير يعني يسرى منى زكي هند صبري منى شلبي لا في انا خدت سوسن بدر طبعا يعني انا بقول لك في اسامي كتير ممثلين يعتبروا دنيا سمير غانم ودنيا طبعا عبقريه عبقريه. وعلى فكره يعني يمكن عشان بحب سمير ودلال جدا فدنيا انا شايف انها كمان لغايه اللحظه دي ما خدتش حقها في التمثيل. ليه؟ لان دي كوكتيل وعجينه موهبه. اولا تعمل كوميدي، تعمل تراجيدي، تعمل استعراضي، تغني وصوتها جميل، تجيد كل اللهجات
كمان، وبعدين تعمل ادوار مركبه، بصي في الكباريه وفيلم كباريه، فيلم الفرح غير نيلي وشريهان غير، لا ممثله طاقه هايله هايله، ممكن تبقى يعني اه طبعا هي دنيا يعني المتكامله. اه بالظبط كده. انت دلوقتي في الفتره اللي انت قاعد فيها واضح ان انت مش قاعد في البيت، لا ده انت بتدرس وبتروح وسفير النوايا الحسنه، اكثر الحاجات دي بتديك طاقه يعني التدريس ولا انك سفير النوايا الحسنه بتسافر هنا وهنا وهنا وهنا، ايه اكتر حاجه حابب انك تعملها الى ان ترجع مره تانية للتمثيل؟ بصدق شديد جدا كل الحاجات اللي انا بعملها حاسس انها مهمه جدا جدا، وبتفيد الناس وبتفيد المجتمع بشكل كبير قوي 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 قوي، بس مش بتساعدك بشكل كامل. انا بعمل، انا نسيت اقول لكم ان انا بعمل لقاءات مفتوحه مع، انا اكتر واحد اكتر فنان زار كل جامعات مصر، وبعمل لقاءات مفتوحه مع الطلبه والطالبات. لسه الشهر اللي فات كنت في معهد اعداد القاده بلقاء مفتوح مع الشباب الجامعات من كل جامعات مصر. كل الكلام ده ترى لازم يتصور على فكره عشان احنا ما بنشوفش. عارفه بقى الحاجه ايه الانطباع الرئيسي في كل اللقاءات دي؟ في كل اللقاءات دي اولا اللي جالك اكتشفت ان مصر ولاده، وانه شبابنا بخير جدا جدا، ولما بفتح باب الحوار لا في اسئله عميقه، وفي شباب جيد وبيفهم ومنتمي وبيحب البلد وعاي وطموح جدا جدا، بس تهيئي له المناخ الجيد هيبدع وهينطلق وهيبقى شيء ما حصلش. انت كم سنه بتمثل؟ عايز اقول لك، هقول لك ده ايه الفضايح دي. كم سنه يعني اختصرهم اعملهم يا زمان كتير قوي. بص كتير؟ انا بكروس، طيب. انا بكروس سيجاره، انا ما بتكسفش من سني على فكره، انا بكروس سيجاره جامعه عين شمس دفعه 79، وبكروس المعهد العالي للفنون المسرحيه قسم تمثيل واخراج دفعه 83، دبلوم دراسات عليا في الدراما اكاديميه الفنون 85، عملت دوره تدريبيه في مسرح جاسر سيتر مدينه منيابلس ولايه مينيسوتا في الولايات المتحده الامريكيه سنه 90، عملت العديد من دورات التنميه البشريه واعداد القاده والعلاقات الانسانيه، منهم ثلاث دورات من اكاديميه نصر العسكريه العليا، يمكن انا الفنان أيوة. الوحيد اللي حصل عملت كل ده ليه؟ هل لان انت حاسس من جواك ان الفن ما بيعتمدش عليه، ما بياكلش عيش، يجي في يوم ويكسر خاطرك وتلاقي نفسك معكش فلوس، فانت متامن نفسك بدراسه وبشغل تاني عشان تعرف تفتح بيت؟ اه الشيء اللي يضحك بقى حضرتك في قلتيه ده، ان كل اللي انا قلته ده ملوش علاقه باكل العيش، لان كل ده تطوعي، كل ده ما فيهوش فلوس خالص، كل اللي انا قلته ده حبا بالدراسه والثقافه، ده له علاقه بالثقافه. في فرق كبير قوي قوي بين فنان او شخصيه عامه ومثقف حقيقي وعلى درجة من الوعي، وفي فرق كارثة الكوارث لما يكون الفنان أو أي شخصية عامة أو إعلامي ويبقى جاهل. بس الثقافة للأسف ملهاش، هل ما بتأكلش عيش كده؟ هل ده معناه أن أنت برضو كل ده عشان تبقى إحساسك بأنك بترضي ذاتك أنك شخص مثقف ده حاجة رائعة، لكن المام ماشي عملت كده خلاص وصلت، اه اعملي زي ولادي وزي وزي مراتاتي السابقين. انت اتجوزت كم مره على كده؟ تزوج وابتسم للحياه. حسن ازاي؟ اه ابتسم، تزوج قال وابتسم للحياه. ايوه يعني طب يعني انت متجوز ما ابتسمتش يا طارق؟ مين وانت متجوز؟ الابتسام كان قليل قوي قد كده، والعياط والبكا كان قد كده. كم مره بقى؟ اه بالظبط كم مره؟ البعض يذهب للمازون كم مره، طارق كم مره، كم مره في الكوميديا. بس انا علاقتي بيهم الاثنين كويسه جدا، فانتوا كده هتسوقوها. لا والله انا خالص، انا في واحده فيهم صاحبتي. صاحبتك؟ طيب ماشي، ما انا هقول لك اكيد القديم. لا على فكره يعني انت اتجوزت وبعدين انفصلت وبعدين اتجوزت تاني، ولا اتجوزت الاثنين على بعض؟ حد الاثنين على بعض؟ لا ما اتجوزتش الاثنين على بعض. اصل انا عادتنا في الرجاله الله جميل يحب الجمال والوسع. لا 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 خالص، بالعكس بالعكس. اه انا لا انا اتجوزت الاول المره الاولانيه كانت ميس ايجيبت الله انا عايزاها اكتبي لي كنت الاولى ولا الثانيه؟ اكتبي لي عشان صاحبه سويد هي الاولى. الاولى يبقى هي الاولى صاحبه سويد دي ميس ايجيبت. خليكي معايا بقى. خليكي قعدت معاها 12 سنه. حلو خليكي معايا. خلفت ولد وبنت، البنت الكبيره امارات وهي قمر، لجينا واحمد تمام، وانفصلنا. قعدت انفصل من جمالك الجمال معلش. نصيب نصيب نصيب. قعدت بعقلي سنتين كويس محترم نفسي، وقاعد سنتين كويس الى ان اتجننت في قلبي بهدلني، اتجوزت تاني. اتجوزت تاني، خدي بالك بقى الافيه اللي جاي. انا ماشي اتجوزت المره التانيه، قعدت مع مراتي التانيه 12 سنه.
برضه خلفت ولد وبنت. انت معلم. البنت الكبيره والولد الصغير، والفرق بينهم هنا وهنا 4 سنين. الافيه العالي بقى ايه بقى؟ دي بتبدا بحرف الدال ودي بتبدا بحرف الدال. الافيه الاعلى الاثنين مولودين في نفس الشهر نفس البوره. يعني عارفه حضرتك عارفه حضرتك اللي هو اتجوز طلع مراته واتجوز. لا يا ماما لا، لا عارفه حضرتك اللي اتجوز على مراته طلعت هي هي. انا سعادتك. فكما لو كان ربنا بيقول لي ايه، بص هتتجوز 20 مرة، هي دي القطعية بتاعتك. عجبك ماشي يا معلم، مش عجبك ده كل تفاصيلها. شكرا إيه يا رب. مش عايز تاني بالعقل ده والدم الخفيف ده تقرر انك تنفصل، بغض النظر الستتين زي العسل وهم فوق راسنا، ما احنا مش بنتكلم عليهم هم. لكن انت كشخص، هل انت شخص صعب انك ان حد يعني يفضل مكمل معاك اكتر من 12 سنه؟ هجيبها فيك. ها ادهشك حضرتك، هجيبها فيك. ادهشك انت بالذات عشان تبطئ، عشان انا من انا كيوت. لا كيوت، انا طول عمري كيوت. ما انا هقول ادهشك بالذات. طيب وهما الاثنين سامعيني دلوقتي؟ اقسم بالله صادق يا اخويا، انا راجل بلا طلبات. مفيش راجل بلا طلبات. انا بقول لك اهو، انا بقول لك والله العظيم ما بهزر، وهاتيهم الاثنين اساليهم والله العظيم. يعني ايه راجل بلا طلبات؟ هقول لك يعني ايه. هقول لك يعني ايه. يعني بلبس اي حاجه، بنام في اي حته، باكل اي حاجه، بعيش في اي ظروف خلقها بسيط ربنا يعني. في الدنيا بسيط. طلباتك بسيطه ونفسيه بسيطه، ولا الهوى ولا خالص ولا ولكن يعني عايزه تطبخي تطبخي، مش عايزه دليفري. بيحصل التمرد امتى بقى؟ مش عايزه لاندري. الدنيا الشغف بيروح امتى وليه بقى؟ عارفه ايه المشكله؟ شوف بقى المشكله اللي بتقولي لي مش عارفه. مطلب اتضح ان هو صعب ومستحيل، يعني اللي ان انا عايز اعيش في هدوء، اللي هو ايه، في سلام، قاعد على الكنبه. يعني المشكله قاعد على الكنبه لا 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 خالص، بالعكس. امال ايه؟ اقول يعني المشكله مش عايزه اتحمل مسؤوليه، مش عايزه تبقى قد كده، مش عايزه تضخيم للمشكله. الفعل اللي قد كده يبقى هو رد الفعل بتاعه قد كده. انت برج ايه يا طارق؟ قد كده. برج ايه؟ انا برج الجدي. هما بقى برج صعب قوي. برج الحمار. لا لا برج ايه؟ مسخره. هما نفس البرج. قول لنا برجه. انت هتستضيف حد بتاع ابراج دلوقتي؟ عذراء، اسد. مين هما؟ لا الطور. الطور طيب لا صعب الاثنين مع بعض. انا هتستوقفني كلمه، انا عايز اعيش في الاول بس عايز قبل الموضوع ده ما نقفله والنبي عشان احنا اسمع فنوش. لا نمره واحد، احنا انا علاقتي يوم دلوقتي الاثنين جيده جدا. واضح ان انت بتضحك معاهم. الحاجه الثانيه والاهم ان الاربع اولاد، ولادي ولدين وبنتين، بيحبوا بعض جدا جدا في حضني تقريبا. يعني انا كل حاجه، انا الجامعه، المدرسه، المشكله، اي قرار مصيري. يعني انت عايش لوحدك دلوقتي؟ بعد اذنك. لو مش هيضايقك حضرتك. لا والله انا بضايقني، عايز عروس نجيب لك عروس. اقسم بالله انا سعيد جدا وبعيد عنك. لا هو مش عايز والله. ده انت حبيبنا وصاحبنا. اشكرك. طب انا عايز اسالك، توبه انا نفسي انا اخدمك الخدمه دي حضرتك. لا لا كتير كتير يا دار. اسكت اسكت. بس النفس مش انت توبت توبه نصوحه ولا ممكن تكرر القصه؟ هو في راجل بيتوب؟ لا حضرتك بقوه وسؤال عندك. هو في راجل بيتوب؟ سؤال وجيه حضرتك. ندمت على ما فعلت وعزمت على الا اعود. لا ثانيه، انا بقى ما صدقش النقطه دي. لا يوجد رجل يطوب ابدا عن انه ممكن يحب او يتحب. بس انت بس لسه ما قابلتهاش. يعني والله مش عايزه اقابل. ثانيه واحده. طب لو نرجع تاني، فيها ايه ممكن تجذبك وتخليك تتنازل عن قرارك؟ لو قابلت تاخد قرار للمادة الثالثة؟ ايه المواصفات اللي تخليك تتنازل؟ مين جاليها فين دي؟ هتلاقيها. الاقي فين الهادية؟ مش موجود. العقلة. عمرها. يعني انت بتعترفي. هتتجوزها لا برضو. ما انت بتعترفي. هتفكر له كلام. الراجل لما بيجي يقع سوري يعني. مراية عامية. ولا بيبص على هادية يا اخويا. لا 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 بس ولا على في مرحلة معينة. ولا بيبقى عندك شروط. انت عارفة؟ ايه الشروط اللي انت لو لقيتها دلوقتي تتنازل عنها؟ مفيش شروط يا سيدي. هو هيحب هيدب. اقسم بالله هو ده. اعيش في هدوء يا جماعه. يعني بمعنى ايه؟ عايز حد عاقل، حد يحتويني، حد يعني حد مثقف، حد يعني ايه الاحتواء؟ ايه الاحتواء بالنسبه لك؟ خلينا احكي لي عن الهدوء والاحتواء. ايوه يعني الهدوء اللي هو نعمل ايه؟ نسكت نتخرس؟ اللي هو انا ما بحبش الصوت العالي، ما بحبش. طب ربنا خلق صوت عالي كلمه ب10. ما بحبش. ثانيه، اصل انت بالذات ما انا مش عايزه
لا كان لا كان انا عايز اغلب فيك. لا اصل انت بالذات احيانا بتفرسيني بجد. ما انا عارفه. وبتقعدي تسمعي اسمع الكلام ده اقول لك ما فيش كده. طب انا اهو خديني مثلا انت بتقولي ايه؟ والله العظيم. طب احكي. يعني احكي ايه؟ احكي اللي مش عاجبك يعني. طب انا بفرسك في ايه؟ بس تبقي فير؟ جدا. طيب. انا مثال الفير. عمري انا هسال حضرتك دي واحده. عمري ما كنت فير غير فير. ثانيه واحده. اختلفنا انا هنعتبر ان احنا متجوزين. ما نعتبر مثلا ما جبناش المأذون. قدر الله ما شاء الله. انت لسه يا راجل بتقول لا ما يعني لا قدر الله يعني. فلا الله ولا في كده. امك داعي عليك. انا عارف. هنعتبر مثلا مثلا وفي اختلفنا في قرار عظيم خليكي معايا. فانا بقول والله يا مفيده انا عايزين انا عايزين لازم نمشي يمين. فانت تقولي لا شمال. فانا اقول لك طيب انا ما فيش مشكله عندي انا عايز اخش يمين عشان واحد اتنين تلاته. ما ينفعش ترد عليا تقولي لا شمال. اقول لك ايوه ماشي. ليه؟ لو انا اقتنعت ما فيش مشكله يبقى شمال. بس ليه؟ لا هو كده عشان انا عايزه كده. ما فيش حاجه اسمها هو كده انا عايزه كده. يعني لازم يبقى فيه مبرر ومنطقي. طب استني قلت لي مبرر اوكي واقتنعت بيه. خليكي معايا. ما اقتنعتش. خليكي معايا بقى. اوكي قلت لي مبرر وانا ما اقتنعتش. طيب. وانا ما زلت مصر لانه غير مقنع. مصر لازم انا ابقى في النهايه صاحب هذا القرار لسبب صغير قوي. ان انت صاحب لا ان انا هتحمل تبعاته مكسب او خساره فوق دماغي انا اللي هتحمل. يعني انت عايز. فمش ممكن فير يعني ان انا ابقى صاحب ابقى انا مسؤول عن تبعات قرار ما اناش واخده. يعني أنا انت صاحبه. عايز تبقى انت صاحب القرار. تعالي للانيل. تعالي للانيل. احيانا بقى اعمل انا ايه؟ ايه بقى؟ أبقى مش مقتنع حاجة أب نورمال يعني أي بس حد بس بتوافق. بس توافق. سألتي 50 واحد هيوافقوا على إن أنا اللي صح وهي غلط. بس أنا عايز أكبر دماغي. عايز أعدي يا ليلى. فأقول لك إيه؟ طيب ماشي. لا ما ينفعش. ما ينفعش أقول طيب ماشي أوكي اللي أنت عايزاه. لا. أمال إيه؟ لازم أقبل القرار وأنا سعيد. طبعًا. وأنا فرحان. هو ده. وأنا فرحان ومنتسب. علشان وأقول لك إيه ده؟ إيه الألمعية دي؟ هو في كده في الدنيا؟ الله عليكي هو ده. وهو يبقى وحش وأنا مش مقتنع. إيه ده؟ طارق انت ما سمعتش ان كل يعني الناس بيقولوا ان الست لما تيجي تاخد قرار بيبقى انجح واعظم قرار بتاخده الستات وان الرجاله ما بيعرفوش ياخدوا قرارات علشان كده الستات دايما بتبقى في ظهرهم. لا طب ده مين؟ ده مين؟ لا طارق انا عايزه اسالك سؤال. سؤال. لا استني بس انا عايزه اسالك سؤال. استني بس يا استاذ يعني انت شايف انت بتستقي معلوماتك وثقافتك دي منين؟ اي كتب بتقريها؟ منكم والله من الخبره العمليه. طب احنا ذنبنا ان انت وقعتي وقعه ما لهاش حاجه. احنا ذنبنا كلكم منكم. كلكم ليه انت اتجوزتي كام مره؟ لا يا بابا مش من مش جوازات. انا عندي كام اصحاب رجاله غير طبيعيين وكلهم بسم الله ما شاء الله زي كده حاطين رجل على رجل ويقول لك انا ما بعملش حاجه في الحياه انا راجل كيوت انا كل اللي طالبه في الدنيا خلينا بس نوصل يسيبني في المكان الهادي. كلكم كده زي بعض. يا طارق انت عايز توصل من القصه الكبيره اللي انت حكيتها دي ان المراه المصريه متسلطه وهي بتحب هي تاخد القرار ويتسقف لها ان انت عملتي اعظم قرار وان انت تمام وان انت منتهى الذكاء والقبعه والاحترام وكل الحاجات. انت ده تصورك عن المراه من خلال خبرتك. لا اولا لا. انا خليني اتكلم جد دلوقتي ولا ايوه ما هو اللي انت قلته بيترجم ده. لا 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 انا ما بحبش التعميم في اي حاجه. يعني مؤكد انه في كتير قوي وانا ليه اصدقاء وصديقات كتير جدا جدا شيء مشرف جدا وافخر واعتز بصداقتهم ستات وبنات يعني. لا انا بتكلم في الزوجه لما تبقى هي في موقف الزوجه. انت برج ايه؟ ما نسينا نسالها. جد يا جد. جد. ما انا بقول لك اهو مؤكد انه في كتير يعني كتير بس برج الجدي عنيد جدا. عنيد جدا. لا ما انا بقول لك اهو انا منطقي يعني. لا مش منطقي. بص هو دي طريق برج الجدي اللي هو مقتنع تماما ان هو صح مدى الحياه. والله خالص. طيب يعني صار. احنا عيوب المراه المصريه انت شايف ان هي بلا عيوب يا سويه يا ستي. لا كل شويه عماله تقول عيوب المراه المصريه مسيطره. مسيطره من ايه؟ انا مش عايز احكي لك بس هقلب طيب اللي هو التسلط. احكي نمره واحد خليه احكي تاني. احكي. طب استني. طيب دي عادي بقى الكلمه عارفه لما الزعبوبه تطلع والحاجات دي وبتاع. طلقني ماشي. عشان تقول لي عشان تقول لها بحب خليك. طب هو في كده
ايوه مش في اللحظه دي مش هقول لك بحبك عشان انا مش طايقك اساسا. لا ليه ده ابتزاز؟ لا ده مش ابتزاز لمشاعري، دي طريقه معامله على فكره في المصحف يا طارق، دي طريقه معاملتنا والله. ده انا ببقى عارف ان الموضوع ينتهي كده، ان انا طب خلاص وما برضاش عشان ده ابتزاز. بص يا ترى في اكواد للمراه العربيه. طلقني دي يعني بحبك على طول. في اكواد للمراه العربيه. اول كود ان هي لما تقول لك طلقني تقولها بحبك، هي عايزه اول ما تقول لك طلقني بحبك بموت فيك، تطبطب عليها بالظبط، تطبطب عليها وتحتويها. انا هديك ده في سوء فهم وسوء ظن طول الوقت بين المرأة والراجل، هو مش عارف هي تقصد ايه، انت بتترجم كلامها بحاجه ثانيه وهي بتترجم يعني تصرفاتك أيوة بحاجه ثانيه. طب كويس بنقول لك يعني حضرتك عندي تصوير كاميرا الساعه 9 الصبح. تمام كويس، احب انكد عليك بقى قبلها حضرتك، افضل انا طول الليل كده لغايه الساعه 7 الصبح، وبعد كده انا اعمل بقى اللي انت تقوليه ده، وهي بقى تخش تنام وانا اروح التصوير مش نايم. انت لو كنت بقى جيت لنا قبلها نكد. طب استني، لو انت كنت جيت لنا الساعه 7 الصبح او 8 الصبح بيتقال الموضوع ده وانا عندي كاميرا الساعه 9، فالشيء الطبيعي عايز طب اوكي تحت زي ما انت عايزه حبيبتي، عايزه تطلقي مفيش مشكله خالص. انا رايح الشغل، هو اما اخلص تصوير هرجع اطلقك. انا راجع، لا ولما ارجع ارجوك يكلمي بابا وماما خليهم يجوا هنا ونتفق، وانا اجي انا مش انا بالمعروف نخرج بالمعروف، ولما اجي اللي انت عايزاه. فتقول لك انا انت خفيف عندك للدرجه دي او بسيط عندك كده انك تطلقني دلوقتي قبل ما تمشي؟ دي كلمه ما تقولها وتخلص قبل ما تمشي. لا ده أيوة عيوب قاتله في الستات. انا بقول لك يا ستي انا لازم اناصره شويه، والله العظيم زي ما بقول هو بيتكلم بمنطقي انا بقول لك اللي بيحصل. ايوه عارف ليه احنا قلنا دلوقتي؟ لا دلوقتي وقبل ما تمشي، ما برضه ما فيش حد يقول لك انا هروح اطلع هروح اصور واحط أيوة واعمل شغل دلوقتي بركز وبعدين يعني لما ارجع هبقى اطلقك. ما تقول لها انا بحبك ومش قادر استغنى عنك، خلصت وهي غلطانه اساسا. ويبقى كل خناقه وكل خلاف هيبقى مطلوب فيه كده، فبالتالي يبقى خلاص عرفنا بقى الايد بتاعها كده. طب يلا لا كلمه بسيطه تمنع بلاوي كتير يا طارق في الوقت زي دي، كلمه بسيطه تمنع بلاوي كتير. لا عارفه ان هو ايه بقى، ما انا جربت عرفت. لا فعرفت بقى ان الموضوع ايه، اللي هو انا معاك لاخر نفس. لا اصل في كده انا عندي حاجه برضه كويس ان انا مش محدد مين الاولى ولا الثانيه، فمش عايز لا هما الاثنين واضح نفس التركيز. والله العظيم اللي يشوفك اول الحوار والله العظيم وانت بتتكلم كده دلوقتي ما يشوفكش وانت بتتكلم كده اخر حوار. انا مره بقى ايه عملت ايه، عارفه الاخر نفس الاخر نفس دي، فانا قلت لا طب انا الاخر نفس ما بقاش مبدا انه في النص الحكايه بالكده ومصرار، فانا اضطر لا خلاص ويبقى كده ما ينفعش ده ابتزاز فعلا. طب للاخر نفس بقى فمره برضو الدنيا قامت وقعدت وطلقني. طب هاتي بقى بابا وماما، وجي بابا وماما خدي بالك بقى وجي بابا وماما وجي، وانا قلت لهم لا انا مش هجيب بابا وماما انا لوحدي كده. وجي طب المأذون كلم ماله، قالوا ايوه يا حاج تعالى لو سمحت عشان ايه خير هات معاك دفاترك. والراجل وجي والله العظيم ما بهزر، وجي وحطيتها في دخل اوضه المكتب في الموقف والله ما بهزر، دخل اوضه المكتب والمأذون قاعد والمساعد بتاعه وباباها ومامتها. رحت انا داخل للراجل يا استاذ طارق بس ملت له، بص حضرتك احنا متفقين وخلاص الموضوع، لو سمحت كل اللي الهانم عايزاه انا موافق عليه وكل حاجه، وادي بطاقتي الشخصيه ايه، اعمل كل اجراءاتك واندهلي عشان امضي بس، واي حاجه انا موافق واي كتابه هتكتبوها انا عم. ورحت سايب المكتب ورحت. كل ده تمثيل، اداء تمثيلي عالي. لو المصحف بتكلم كل الموضوع ده انا بختصر لك ده قبليه في كوارث سودة احنا واصلين لبتاع اللي هو معاك لاخر نفس، وحتى ابوها وامها مغلطينها الموضوع ما يستاهلش كل العواديد دي. بس انا قلت لا خلاص بقى يعني، ورحت سيبهم ورحت طالع مره يعني فوق سبتهم. فبعدين عيطت قعد الراجل يقول لي طيب وبتاع، ولما جاء عند ساعة الجد بقى راحت عيطت رمت نفسها في حضن ابوها وطيب انا مش عايز اطلع انا بحبه وحاجه كده. طب في كده. فالراجل طبعا طب ايه، طب تفتكر لما الست تقول للراجل طب ما انا من الاول استني ايوه لما الست تقول للراجل طلقني هل مش بيبقى تراكمات؟ يعني هي متضايقه منك في مواقف موقف بعد الموقف، ولا دي تركيبه شخصيه وكلمه سهله بتستسهلها والراجل بيتضايق منها؟ ده خطر، ده لعب بالنار. ليه تجيب سيره من اي مشكله تتعالج وبالراحه، وانا انا على فكره كمان يعني بحاول اهدي وافوت وبتاع، وبرضه اصرار على التصعيد. انت عمال بتقول اصرار على التصعيد ليه؟ انت بتحاول تهدي وتفوت باي اسلوب؟ هل باسلوب حنيه؟ والله انا حنيه ولا شيل الدماغ؟ اقسم بالله انا حنيه.
اللي يشوف طارق دسوقي من نص ساعة في هذا الحوار ما يشوفوش في آخر الحوار. ودي إن دل على شيء دل على إن إحنا فكينا الأسد. طب أنا عايزة أقول لك على حاجة، هو ينفع إن أنت تبقى حنين وعنيد؟ يعني الشخص الحنين ينفع يبقى او شال دماغه، لان انت واضح ان انت عنيد، يعني انت بتكابر برضه، ممكن يبقى في اخطاء من الطرف الثاني، بس انت عندك مكابره برضه وقوه. لا, لا لا انا اتربيت على ان الراجل راجل والست ست، وتربيت على فكره من الجمل السخيفه جدا الراجل راجل والست لا ست. لا انا اقصد ان احنا بنعتبر مفهوم ثاني خالص. لا 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 عايز اكمل لك، عايز اكمل. لا لا خالص، مش مش السيد ولا لا 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 خالص، ان الراجل يشيل مسؤولياته على اكمل وجه، ان الراجل عليه واجبات وليه حقوق والست عليها واجبات وليها حقوق. بس ولازم احنا كلنا كاسر نربي ولادنا وبناتنا كده، ونزرع جواهم ده ازاي تبقى ام صالحه وزوجه صالحه وتشيل مسؤوليه بيت واسره وكيان، وايه المطلوب منها وايه حقوقها وايه واجباتها. ايه المطلوب من الراجل عشان يبقى الراجل ده مهم؟ عشان ايه؟ وايه المطلوب من الست عشان تبقى الست ست؟ ان كل واحد يقوم بواجبه ويقوم بدوره. اللي هو ايه؟ يعني الراجل من وجهه نظرك ايه واجبه وايه دوره؟ اللي هو ان هو يبقى رب اسره حقيقي، يقوم بدور الاب بشكل حقيقي مع الاولاد ومع الزوجه. طب ما جزء من ده الاستيعاب، حياه كريمه كويسه، استيعاب الشخصيه مستقره. ايه جزء منه؟ استيعاب الشخصيه اللي قدامك، يعني انت عارف ان الشخصيه اللي قدامك دي عصبيه او بتيجي بكلمه حلوه او بتصعب يعني وبتنزل على ما فيش. بالظبط بيحصل ده، ما ده استيعاب بيحصل ده كويس قوي وكده. بس احيانا بتوصلي للا معقول، واللا معقول ده انت ممكن لو قبلتيه مره مرتين هيبقى مبدا فوريفر بعد كده، خلاص انه بقى. وحتى الشخص اللي قدامك هيعتبر ان الغلط ده صح. الا مع اي غلط يرتكبه معدي، هقول لك على حاجه. انت شايف ان في غلطات كتيره في الجواز، انت كرجل ايه اكتر غلطات المستفزه الرجاله بيعملوها في الجواز؟ اللي الرجاله بيعملوها بما فيهم انت، بس مش راضي يعني اقول انت. لا في رجاله كتير بقى للاسف، وانا يعني مش ايه اكتر حاجه كرجاله انت تعترف ان هي بتستفز الست؟ بتستفز الست انه يبقى اولا شاري دماغه طول الوقت، مش معبر اي حاجه في الدنيا. طب تعالى نروح مع الاولاد بيرنس ميتنج مثلا في المدرسه. أيوة. لا طب نروح لماما. طب نروح لماما. لا طب مش معاهم في اي حاجه في اي مناسبه. طب تمارين الاولاد نفسهم يشوفوكوا باباهم، ونفسهم يشوفهم وهم بيتمرنوا وهم بيعملوا وبتاع. تكبر رامي كل الحمل والمسؤوليه على حتى الحاجات اللي مش بتاعت الست عليها وهي تعملها برضو او مجبره، وهو عايش حياته بقى سواء مع شغله 24 ساعه او مع اصحابه او مع نفسه او مع اهله او كده. انا ضد ده تماما وعمري ما عملته. ودي شايف من اكبر العيوب اللي الرجاله اليومين دول بيعملوها. طب اقول لك على حاجه، مش انا احنا انا منفصل، انا بقى لي 4 سنين دلوقتي عايش لوحدي خلاص. أوكي. والله العظيم 3، وانا بقول على الهوا وهو سامعني اكيد، ولادي على الاقل ولادي هيشوفوا اطلع كذاب قدامهم. انا عمري ما فوتت بيرنتس ميتنج في المدرسه لاي ولد او بنت من ولادي، بحضر على يعني واضح ان العلاقه لا واضح ان العلاقه بينك وبين ولادك الاربعه حلوه، حتى التمارين في النادي والله العظيم. طب انت محافظ على العلاقه دي، عامل الصيغه بينهم هم الاربعه حلوه. انت عملتها ازاي؟ عملتها كونتها ازاي الاربعه دول اتنين ودول اتنين؟ انت ازاي قدرت انك تجمعهم وانت اللي في النص ده؟ لانه فرق سن جامد، الاتنين كبار. يعني انا لو جاينا بنتي اتخرجت من الجامعه واحمد اتخرج من الجامعه، الاتنين التانيين صغيرين، جريد 10 وجريد 5، يعني 5 ابتدائي صغيرين. فبالتالي الكبار دول عندهم القدره على احتواء الصغيرين، وطلعوا هم كمان بيحبوهم قوي انهم حنينين، فخليت الكبار كمان يتعاملوا مع الصغيرين على انهم ولادهم. تسمعوا كلام اخواتكم وهم الصغيرين ويكلموهم، رغم ان دول عايشين في مكان ودول في مكان. طارق انت اسعدتنا ونورتنا جدا والله، كان نفسنا الحوار يطول معاك. بس باذنك انت بعد ما تخلصت الحوار، ايه رايك في الحوار؟ لسه بتكلم نفسك ان احنا بلسم ما شاء الله. ده احنا مرهم. لا انت النهارده ما شاء الله يعني مش علجم يعني. والله لا، وكمان اديتيني فرصه اتكلم كتير قوي. شفت 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 خليتك ترغي من هنا للصبح اهو عشان ما تقولش ان انا قطعت على الهوا. اعترف، الحلقه الوحيده اول مره في الحياه مفيده ثابت الضيف يقول اللي هو عايزه براحته، ما قطعتوش كل شويه ولا حاجه. يعني دي شهاده عشان تعرفوا ان انتوا ظالمين هذه الست الغلبانه الكيوت الكيوت دي كده. اولا هو عارف ازاي يحيدك، هو ذكي جدا وعارف ازاي يحيدك. لا والله انا بس بكن له كل الاحترام، وانت حوارك ممتع مش محتاج مني اي نوع من المساعده. انا بقاطع دايما لما احس ان الضيف محتاج مساعده عشان ارفع له الحلقه، لكن انت مش محتاج.
طبعا ده في الهزار في الهزار في الهزار. اسعدتنا ونورتنا ويا رب نشوفك بقى المره الجايه ويكون عامل عمل حلو باذن الله، انت تبقى راضي ومبسوط واحنا نبقى سعداء بعودتك وبحضورك وبتفوقك وتعلقك وكل الامنيات الحلوه ليك. بالظبط، لان الناس النهارده شافوا حد تاني مختلف خالص، دمه خفيف وموجود وحاضر، وده شيء مهم. انا بشكركم جدا جدا على اللقاء ده، وان انتوا اتحتوا لي الفرصه ان الناس يعني تتعرف على جوانب اخرى يمكن حاجات انا ما اتكلمتش عنها قبل كده او ظهرت بيها قبل كده، ويعرفوا ان انا مش معايا توكيل النكد يعني طول الوقت وفي نفس الوقت خلينا نعترف بحاجه مهمه قوي وانا بقرها، يعني انا ممكن جدا ودي الناس عايزها كلها ياخدوا بالهم منها، انا ممكن جدا احنا متفقين لما نشوف ممثل امكانياته ضعيفه او مذيع او اعلامي عبيط احنا اوريدي ده كده، لكن مثلا انا ممكن اختلف مع مفيد مثلا في وجهه النظر او اختلف مع سهير، لكن لازم اقر واعترف ان هم على المستوى المهني لا مذيعات شاطرين وفاهمين وعارفين بيعملوا ايه وبيقولوا ايه، فبالتالي يبقى في مساحه احترام لازم مجبر حتى لو اختلفت معاكم في الراي، ودي مساله مهمه. أشكر بقى في النهاية قناة النهار لأنها قناة شديدة التميز، بتكلم بجد وبيختاروا يعني برامجهم بعناية من زمان قوي وحاسنهم بيكافحوا يعني، فأنا بشكرهم وبشكركم على اللقاء ده وبشكر كل اللي ورا الكاميرا والمخرج الجميل والمصورين الأجمل يعني، واحنا بنورتنا وشرفتنا، بنشكرهم معاك وبنزيد الشكر على شكرك لكل الناس اللي انت اللي هم بيساعدونا وللقناه والناس اللي هم جنود مجهولين طول الوقت. سعداء بيك يا طارق، ولسه حلقتنا مكمله، وبعد الفاصل استنوا توقعات وبشاير وتحذيرات شهر سبتمبر. هلا حافظ بعد الفاصل. التالي مختصر الأبراج المفيد في الشهر الجديد مع هالة حافظ. وبنجد تحية لكل المشاهدين، بكرة إن شاء الله 1 سبتمبر شهر جديد، يا رب يدينا خير ويكفينا شر، ويا رب يا رب كل الأمنيات الحلوة صحة ورضا ورزق في كل حاجة يا رب إن شاء الله في الشهر الجديد. طيب بنبتدي شهر جديد، يبقى عايزين نعرف الدنيا فيها إيه؟ إيه التوقعات الفلكية؟ إيه الأجندة؟ البشائر الحلوة؟ إيه التحذيرات اللي ننتبه ليها؟ دي الحاجات اللي احنا هنبتدي بيها مع هالة. هنوعدكم ان احنا نتكلم عن كل الأبراج، وبعد ما نخلص نشوف بقى احنا أسئلة حضراتكم ونشوف عندنا موضوعات تانية لو في وقت. هالة نورتينا وشرفتينا وأسعدتينا، وشكلك محلو ومشرق كده على بداية سبتمبر. حبيبتي هالة ازيك روحي؟ الحمد لله. ولازم نعترف ان انت يعني من اعظم الناس اللي بتقري الابراج والموضوع صح. توقعات كل الابراج اللي شاف في بدايه شهر 9 نبتديها بالحمل. هنبتدي بالحمل، هو شهر دقيق عند بعض الابراج وشهر جميل جدا عند بعض الابراج. خلاص، في الكلمه المعتاده اللي احنا بنقولها، بعض الابراج هنقول لهم استراحه محارب الشهر ده، اقعدوا في مقعد المتفرج. مين هم اللي هنقول لهم استراحه محارب؟ هتبتدي بالحمل، اعتقد ان الحمل هيكون من اللي هنقول له استراحه محارب. الشهر 9 بالنسبه لك الشمس موجوده في بيتك السادس والسابع، البشاره نقولها الاول، عندك تغيير جذري في حياتك المهنيه، ممكن تقرر قفل شراكه معينه وبدايه عمل جديد، وعندك تحسين في عملك. هتتخلص من بعض الديون يا حمل، وهتفكر في استثمار جديد وعمل هتثبت فيه نفسك. هيحصل تسويات مع بعض الناس اللي كنت اختلفت معاهم قبل كده او مؤخرا، وهيستعيد سيطرته على الامور. خلاص، المريخ هيوفر له طاقه حلوه جدا، طاقه حلوه. طيب المريخ بس لازم يوظف الطاقه دي صح، ما يخليش يعني المريخ هيديله طاقه ما يخليهاش طاقه عدائيه ولا طاقة تشنج، حاول تخليها طاقة إنجاز أعمال. بالظبط، فلازم يوظف. هينهي علاقة سريعة سرية أو غير معلنة بإرادته التامة وبرغبته، يعني الحمل في علاقة سرية يعني في حياته. يعني أي حمل لو عنده علاقة سرية هتخلص أو غير معلنة هينهيها بإرادته وبرغبته. التحذير، يخلي باله من صحته
قوي ويديها عناية خاصة، الصحة النفسية والذهنية والجسدية. ده بالنسبة للحمل. يعني عندك بشاير حلوة يا حمل وعندك تحذيرات في الصحة نفسياً وجسدياً. وإنه هو حينهي علاقة يحاول ينهيها بطريقة لطيفة، لأن العلاقة دي ممكن لو ما انهاهاش بطريقة لطيفة تاخد اتجاه مش كويس، فحاول يكون هادي في إنهاء العلاقة. يبقى نهاية متحضرة. وهتجيله رغبة في إنهاء العلاقة على فكرة، بس ممكن يبقى في نيجوشيشن في الإنهاء، يعني نقعد نتكلم. العلاقة دي ممكن تكون مهنية أو عاطفية، مش بالضرورة عاطفية ومش بالضرورة مهنية. التور، التور حلو قوي 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 في الشهر ده، من مش استراحة محارب، يعني بالعكس من الشهور الحلوة للتور. لمولود التور نظرة الناس ليك هتختلف بطريقة تسعدك، الشمس في العذراء هتعمل لك تلطيف للأجواء وانسجام وجاذبية وصحة كويسة. عنده فرحة بخطوبة حد من أولاده أو زواج حد من أولاده أو أحفاده، عنده هو بصفة خاصة مولود التور عنده ارتباط أو زواج أو عودة علاقة كانت موجودة في حياته قبل كده. إرادته الصلبة الشهر ده هتخليه ياخد قرارات شجاعة جدا في حياته، لقاءات عاطفية حلوة، فرص للإنجاب للي كانت تأخر عندهم الإنجاب، ياريت يحاولوا الشهر ده، ممكن فرص الإنجاب تزيد. التحذير من الإسراف والتبذير وزيادة المصاريف، عندهم مصاريف كتير. يبقى بشارات حلوة لكن انتبه لفكرة للفلوس. مولود التور من الشهور القوية جدا الشهر ده. الجوزاء، الجوزاء عنده تغيير هام في البيت والسكن، لأن ده بيت الشمس موجودة في العذراء بيته الرابع عاملة درجة 120 درجة معايا، هيتحرر من قيد، من حسم، من سجن معين، هياخد قرار بخصوص انتقال أو تأجير مسكن أو تغيير مسكن أو تأسيس مسكن أو ترك بلد أو سفر. وفي حسم تغيير شغل مثلا طالما بيت لا ده البيت، بيت عيلة منزل وطن، ملوش دعوة بالمهنة خالص، لأن ده في البيت ملوش دعوة بالمهنة. عنده حسم العلاقة عائلية أو عاطفية. مواقع الكواكب بالنسبة للجوزاء مربكة شوية، استراحة يعني هو محارب. والحمل من الحاجات اللي هم استراحة محارب، يا ريت، لأن المريخ قاعد عنده بشكل استثنائي لغاية آخر السنة. خلي باله من السرعة، من الآلات الحادة، من النيران وهو سايق، يخلي باله جدا. روح التحدي هتتملكك قوي يا جوزاء الشهر ده، خلي بالك، سيطر على نفسك شوية وما تبقاش زي القطر، وحاول تتأقلم على التغييرات اللي هتحصل. بلاش تندفع، يبقى نصيحة بلاش تندفع. برج السرطان، السرطان حلو، السرطان الشمس داخله له في بيته الثالث، حلو، هيوسع دايره معارفه بشكل كبير جدا، واصدقائه في مصالح مع في تصالح مع ناس اختلفتي معاهم. طبعا سهير سرطان، هتوصلي لقلوب الناس بسهوله جدا، عندك جاذبيه وانتشار، حياتك الاجتماعيه صاخبه، عندك احتفالات، صورتك هتلمع، صورة مواليد السرطان طبعا كلهم في لمعان للصوره، في اعتراف بقدراتك ومواهبك، يعني ده شغال على الشعبيه والعلاقات والصورة والمظهر، فملفتة للنظر الشهر ده كل مواليد السرطان. التحذير، الصحة لازم تديها عناية خاصة وما تعرضيش نفسك للإجهاد. الصحة لازم تديها السرطان يدوا صحتهم عناية خاصة وما يعرضهاش للإجهاد. الأسد، اللحن المميز في الحياة للأسد. الأسد بقى الفلوس، بيت المال عنده، الشمس في بيت المال، عندك تغييرات مالية جذرية، عندك كسب أموال وكسب قضايا على الناحية. يعني هو كسبان فلوس، هيبقى عنده فلوس لأن العذراء بالنسبة له بيت المال. عندك أرباح، عندك ترقية، عندك علاوة، هتتحرر من بعض الضغوط المالية، في تحسين في أوضاعك المالية وممكن زيادة في الراتب للناس اللي بياخدوا رواتب، يعني في نجاح دراسي وفي حركة السفر نشيطة. التحذير، طيب الأسد بيدخل في حياته علاقات غير مدروسة، يخلي باله منها، العلاقات دي ممكن تكون مش مناسبة ليه، فيدقق في اختياره. يعني الأسد حينال إعجابه شخص، الشخص ده ممكن يكون مش صح، فمغامرة عاطفية غير محسوبة ممكن، يعني لازم أحذر الأسد منها. يعني للأسد خلي بالك من أن تخش في حياتك مغامرة عاطفية هي مش ادرسها كويس، لازم يدرسها كويس، غير محسوبة ممكن ما تبقاش مصلحته معاها، يبقى فيها ضرر أكتر. العذراء، شهر مليء بالإجابات، يبقى الأسد انتبه من العلاقات بالضبط، لكن ما مش استراحة محارب، مشهور الحلوة جدا. أنا لغاية دلوقتي ما قلتش استراحة محارب غير الجوزاء والحمل. والحمل طبعا، وحذرتي لأن عندهم قفلات وعندهم علاقات ممكن تكون قرارات حاسمة في حياتهم. العذراء، شهر مليء بالإيجابيات طبعا، لأنه الشمس في برجك، هتتحرري من بعض القيود والمتاعب والقلق، هيخف بشكل ملحوظ، هتتحرري من بعض الضغوط، شهر مريح وتغيير إيجابي في حياتك سواء العاطفية أو العملية، هتستفيدي من بعض العلاقات وهتوظفيها لمصلحتك، ودي نقطة قوة الشهر ده. مبروك يا مصطفى. هتبعدك الظروف عن بعض الناس في حياتك، لكن هتتعرفي على أصدقاء جدد أو ناس جدد، وللعزاب عندهم تحول صداقة أو اعتراف أو تصريح بحب ببعض المشاعر، حد هيعبر للعذراء بعض مشاعر، لكن من يوم 10 بقى التحذير، من يوم 10 ممكن يحدث خلاف
يسبب لك ازعاج. فالعذرائيين ياخدوا بالهم من اول يوم 10 في الشهر، خلاف من يوم من يوم 10 9 هيستمر لغايه قد ايه؟ لغايه 23. ده اسبوعين. عطارد هيتراجع شويه، هيخليكي بتاخدي قرارات ممكن تكون مش صح، يبقى صحه محارب بقى، يبقى من 10 ل 23. لا هو الشهر كله قوي محارب. بس نخلي بالنا في حته العلاقات، من حته العلاقه في خناقه، ممكن هتضطري تقدمي بعض التنازلات وتضطري لقبول حاجه كنت رافضها قبل كده. التراجع بتاع عطارد هيخليكي تتراجعي في قرارات او في اراء او تتنازلي خلاص. لكن بصفه عامه الشهر هتقضي فيه اوقات عاطفيه وانسجام، من الشهور القويه العاطفيه والماليه بالنسبه للعذراء. لو هنتكلم احنا بنتكلم عن شهر كامل بالعكس طبعا. بالعكس انا شايفه ان العذراء ده من اقوى شهور السنه، اشتغلوا على الشهر ده حلو. ما هو شهركم بصراحه. دخلنا على اللي هنقول له استراحه محارب الميزان. الشهر ده في محمد كده استراحه محارب، الثالث واحده استراحه محارب الميزان. الشهر ده في بعض الاوضاع الدقيقه شهر مليء بالتناقضات، هيتارجح ما بين الحلو والوحش، السلب والايجاب. الحلو في الشهر ده ان في نجاح مهني على فكره، في ترقيه، في علاوه، في منصب حلو، وهتثبت جداره مهنيه حلوه. لكن في عز ما انت بتشتغل كده هتلاقي عينين بصالك، هتلاقي متغيرات هتجبرك ان انت لازم تتأقلم معاها، ضغوط، منافسين، متحديين، حد هيضايقوك في شغلك. وفي برضو بعض التغييرات المالية او زنقة مالية لازم يعالجها خلاص، وياخد باله من اي محاولات نصب او سرقة او ضياع اموال، عمليات بيع وشراء حد ينصب عليه فيها. يعني ممكن برضو حاجة من الماضي للميزان ترجع تسبب له بعض القلق. فهو شهر دقيق. الميزان ينتبه له. علاقة بقى، علاقة طلاق، علاقة كانت في حياته قبل كده. يحط عينه في وسط راسه زي ما بيقول. يعني فبعض الضغوط النفسية والمالية. العقرب من الشهور الحلوة جدا 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 للعقرب. في توسيع من الناحية الإيه بقى؟ حلو من الناحية الإيه؟ الكاريزما. لكن هنقول بنحذره من ايه. في توسيع لدايره معارفه واصدقائه، انتشاره هيزيد، عنده شعبيه غير اعتياديه، لان ده البيت ال11 بتاع الشعبيه. بس هو ده العادي، مش ده المفروض العادي عند العقرب؟ اي شعبيه غير اعتياديه، يعني هو عنده اصلا، هو كاريزماتيك، هو كاريزماتيك فوق اصلا، فوق يعني بلس بلس، يعني تاثيرك على من حولك قوي جدا، يعني هيعدي كل الحواجز، مش هيبقى في قدامه حاجه، هيبهر من حوله. في مشاعر سرية عند العقرب هيتكتم عليها، وممكن يقابل أكتر من شخص ينال إعجابه، يعني مش شخص واحد، أكتر من شخص. أيه بس المشاعر السرية دي لشخص ولا لكل الشخص، لكل الأشخاص لهم شخصيات كتير؟ ممكن يقابل أكتر من شخص ينال إعجابه، لكن ممكن في شخص منهم ما يتجاوبش معاه، وهيحسسه أنه هو الطرف الأضعف، وده هيثير حزن العقرب سواء راجل أو ست على فكرة. يعني ممكن الست يعجبها راجل أو الراجل تعجبه ست، في الحالتين هو هيوصل له إحساس أنه هو الطرف الأضعف في العلاقة، وده هيثير حزنه وغضبه جدا في علاقة. هو ده اللي هيخليه مرتبط باللي رفضه. في العلاقتين، وهيبقى في زي كومبيتيشن على العقرب، بس حد فيهم هيحسسه أنه هو الطرف الأضعف، فهيبقى من جواه ده هيسبب له ضيق أو زعل. طيب الشخصيتين دول جوه العقرب مش هيعلنهم، هيفضل متكتم عليهم، مش هيعلن، يعني مش هيصرح. يعني ايه شخصيتين هو معجب بيهم؟ انا لسه بقول يا سهير، هو هيعجب بشخصيتين. يعني في حياه العقرب في اتنين، حد فيهم اهم من حد؟ لا، حد هيحسسه ان هو الطرف الاضعف، والعقرب ما بيحس بش يحس ان هو الطرف الاضعف، فهيثير غضبه واستياءه وبعده عن شخصيه من الشخصيتين دول خلاص. يعني لما يحس ان هو ضعيف يبعد عن الشخص ده، هيبعد، لان هو ما بيحبش يحس انه ضعيف، والشخصيه دي هتحسسه بتتعامل معاه بفوقيه، بتعالي. فهو هيحس انه الطرف الاضعف، فهياخد خطوه ورا. في مساعده من صداقه مميزه في حياه العقرب هتفرق معاه جدا جدا، لكن بصفه عامه العقرب هيبقى قادر على كسب المعجبين في الشهر ده. طيب التحذير بقى، زحل قاعد له في الرابع، يعني في بعض المشاكل في البيت. بيت يعني زوجه، يعني او زوج، اولاد، أم وأب، الجيران القريبين، أو مشكلة تخص عقار أو أصل ثابت، يعني البيت أو عيلة. يعني أم أو أب، عيلته يعني، مامته. ممكن المشكلة دي مامته وبابا قاعدين في البيت، يعني. ما في مثلا العقرب ما اتجوزوش فقاعد في البيت مع مامته وبابا، في خناقة بينه وبين وارد بقى الاحتمالات. لو أنت ما اتجوزتش، قاعد مع مامتك وباباك، مع أخواتك، مع أولادك، مع زوجتك، مع حماتك، أي يعني حد قاعد في البيت. لو العقرب متجوز مع مراته، يخلوا بالهم بقى التحذير، لان زحل قاعد في أربعة، ده اللي هو كل من هو يسكن البيت، حتى الجيران القريبين اللي ساكنين في الوشنا في البيت في العقار، او
عقد بيت، شراء عقار، اي حاجه بتجمع كلمه بيت. عنده مشكله العقرب فيها لان زحل موجود في البيت ده، زحل اللي هو بتاع المشاكل. القوس يرفع استراحه محارب برضه. يبقى كده رابع برج، رابع برج معانا استراحه محارب. ادي الحمل وادي الجوزاء والميزان ومعانا القوس. القوس عنده مسؤوليات جديده قوي قوي الشهر ده، شهر مليء بالمسؤوليات، في مشروع جديد. دي المشاره بقى. القوس عاده ملوش بالمسؤوليات. لا القوس الحريه والانطلاق لا بيشيل المسؤوليه جدا جدا ومستقل جدا وعنده، بس هو من الناحيه المهنيه كويس، عنده نجاح مهني، عنده بدايات مهنيه حلوه جدا. لكن بقى ممكن يحصل خلاف مع اي حد ذوي سلطه او نفوذ، يخلي باله ما يحتكش باي حد عنده منصب، وعنده لازم هيصطدم ببعض الاشخاص، هيضطروا يقدم بعض التنازلات، ففي شويه نزاعات مع اشخاص يخلي باله جدا في علاقاته. يخشى من خصام شديد مع بعض مواليد السرطان، بعض مواليد العذراء. شوف انا ده احنا الاثنين نعرف مين قوس. يخشى من وبعض مواليد الجوزاء. فالقوس ممكن يختلف مع عذراء، مع سرطان، مع جوزاء. وهيضطر للحسم، القوس هيدور على مصلحته، هيحسم علاقه وهيبص لمصلحته مش للطرف الثاني. وقد يعيش او قد عاش، مش عايزه اقول يعيش، هو معظم مواليد القوس في الفتره دي في علاقه سريه حبيبة. غير معلنه حبيبة. غير معلنه، بس هيكتشفوا هم كانوا رافضين الاعلان عنها، بس هيكتشفوا خطا اختيارهم الفتره اللي جايه للاسف. طيب الفتره اللي هي في الشهر ده. الجدي شهر جميل، مش استراحه محارب خالص، بالعكس. الحمد لله. القمر الشمس داخل في البيت، بيت من بيوت الحظ. الجدي بيت من بيوت الحظ، عندك الشهر ده سفر ونجاح ومكاسب وتغييرات عاطفيه للافضل، في احتفالات، في كثره حركه، في تنقل، في اسفار، في اخبار سعيده ايجابيه، في بدايه عاطفيه وعائليه. بس الجدي هيبعد عن بعض الانتماءات اللي بتقيد حريتك وهيدخل حياه جديده. انا شايفه ان الجدي شهره جميل قوي، يشتغل عليه. طب تحذيراته ايه؟ تحذيراته ممكن نقول الصحه، ما يجهدش نفسه شويه، ما يهملش فيها. بس انا شايفه ان هو شهر كمان نجاح دراسي للي عندهم دراسه اكاديميه او اي حاجه فيها دراسه، وفي انسجام عاطفي، في فلوس جايه له من مصادر غير متوقعه، مش شغله اللي هو بيقبض منه، لا، في مصادر تانية غير متوقعه هتيجي للجدي فلوس. لكن خلي بالك ما تعرضش نفسك لاي اجهاد. يبقى خلي بالك من صحتك. رساله لكل الجدي. الدلو بيخرج من مرحله كانت صعبه طبعا داخل الشهر، في هيدخل تحالفات مع اشخاص مميزين جدا، هيفتحوا له مجالات تجاريه وماليه ومهنيه جديده، وفي امضاء عقود الشهر ده بالنسبه للدلو. لكن نصيحتي ليك تدرس بنود اي عقد قبل ما يمضي العقد كده، يراجع البنود، خد وقتك جدا جدا وانت بتقرا اي عقود، وبلاش اي اغراءات ماليه تغريك، تروى كده، انت هتتفتح لك ابواب وتحالفات ومشاريع، يركز بقى في العقود وبلاش الاغراءات، ممكن تكون حاجه مش لمصلحته. هتيجي للدلو الشهر ده معلومات هتساعده جدا على تسويه المسائل الماليه، وهياخد قرارات هامه. يعني طيب. يعني الفلوس كويسه لل بس وهو بيمضي عقود يخلي باله، دايره معارفه هتفيده جدا جدا وهتفتح له ابواب كتيره، ممكن ياخد قرض او تامين او يخلص موضوع مشكله في ضرائب، كل الكلام ده متاح الشهر ده. عنده استثمارات ناجحه زيه زي العذراء لغايه يوم 10، ما بعد يوم 10 يهدى شويه، يركز شويه في علاقاته لغايه يوم 10 لما عطارد يتراجع. هيشعر بالاستياء من تصرفات بعض الناس اللي حواليه، وهيبعد عن بعض الناس اللي مش موثوق فيهم. اقنعها هتسقط بالنسبه لك يا دلو، فيعني انت هتواجههم وهينكشفوا لك. انا شايفه طب يعني ده المكاشفه يعني. الحوت استراحه محارب. الحوت استراحه محارب. الشمس داخله في وشه في الدايره الفلكيه. هنتكلم اول عن العزاب، عندهم لقاء استثنائي ممكن يؤدي لزواج، ده للي ما اتجوزوش قبل كده، او علاقه عاطفيه تتوج لخطوبه او زواج. طيب انا عايزه اقول ان بعض مواليد الحوت العزاب ممكن يقعوا في حب شخص يرفض الالتزام تجاههم او ما يوفيش بوعده معاهم، فيتضايقوا جدا من حته الخذلان دي. أولاد الحوت هيفرضوا عليه نفقات بشكل استثنائي هذا الشهر، برضو هتبقى ضغط عليه جدا النفقات الاستثنائية. المتزوجين قد يحدث نزاع أو خلاف مع شريك عاطفي، أو يواجهوا بعض الالتزامات أو الصعوبات أو المشاعر المتراجعة شوية، هيحس بنوع من أنواع
عارفه في تحسي مش حنين، اسمها قله الشغف او حاجه زي كده. برضو الحوت ممكن يتعرض لانتقادات او تحدي او منافسه، وهيصحح قرارات كتير جدا كان خدها في حياته، هيعيد. يبقى شهر أخدها. التصحيح بالنسبه للحوت. طيب. ومحتاج يراعي صحته. ممكن برضو نسال عن بعض توافق الابراج ببعضها. عندي صاحبتي بتقول لي اسالي بليز عن العذراء وجوزها عقرب. متجوزين جدا جدا، متجوزين يتفقوا جدا. العقرب ينجذب للعذراء، سوري العذراء ينجذب للعقرب، والعقرب شايف في العذراء ان هو سبورت، ان هو سند، ان هو ظهر، ان هو مساعد، يعني دايما بيرمي يعني. بس العقرب بيغلس عليهم، العقرب يعني بيسند على العذراء، بالنسبه له هو السند، والعذراء ينجذب يعني بيعجبه العقرب. العقرب كل الناس الجاذبيه اللي عنده بتلاقي معظم الابراج هي اللي بتنجذب للعقرب، لكن العقرب شايف كل برج ازاي، كل برج بيختلف، شايف العقرب هو السند او الظهر او المساعد. يعني العقرب ينجذب للعذراء عشان هو السند؟ اه. طب بيشوف فيه كده. والعقرب لو انجذب للسرطان؟ لا لا، ده حاله عاطفيه جميله جدا. بيت الخامس يعني رومانسيات، شايف فيه السندريلا او الرومانسيه. ولو العقرب شايف في السرطان السندريلا؟ اه ده حقيقي، لان هم مائيين زي بعض، فشايفين بعض علاقه حب متماشيه جدا. انا معاكي، انا بيبص للترابي على انه ده اللي ده السند اللي في الدنيا، وده السند بتاع بكره، وده الجدع، وده اللي ب 100 راجل، وبيبص للسرطان ده حبيبي ده بجد. طب ازاي العذراء يحل المشكله بينه وبين جوزها العقرب؟ هم حاليا في مشكله ممكن ما بين العذراء والعقرب؟ واضح. واحده هقول حاجه، طب انا هقول حاجه، العذراء والعقرب العلاقه بينهم تحفه، من الابراج اللي بتتوافق مع بعض، لكن لو هي بتحكم على الامور على امبارح واول، لا، لان العقرب امبارح واول كان تعبان. ليه؟ كان عنده كان مشدود، لان القمر كان في بيته ال 12 في الميزان، ضاغط عليه بيته ال 12 اللي هو في ظهره، ضاغط عليه، مخليه خلقه ضيق، مخليهش عايز يتعامل، مخليه مقصر، مخليه عايز ينعزل وينطوي بقى لوحده. الحاله دي مخليه بكره يوم واحد في الشهر، يوم واحد في الشهر العقرب هيتحول، يعني كانه هو بقى له 3 ايام، لو 29 و30 و31 العقرب كان مضغوط، خلاص واحد واثنين رائعين، وعايزاكم تاكدوا لي الكلام ده، فعلا العقرب هيفوق. طيب احنا هيفوق جدا. صديقتنا امل هنداوي مواليد 22/9 اخر يوم في اخر يوم العزراء. في العذراء، وعندنا بمناسبه العذراء الاستاذه مفيده طبعا كل سنه وهي طيبه، مره ثانيه وثالثه نجلاء عبد الرازق وخلود خالد، وعندي راجل رائع وصديق واخ جميل منتج محمد عبد الحليم عيد ميلاده. فالعذراء ترابي واقعي ارضي صلب ناجح طموح. تلاقي حد ناجح اعرفي انه ترابي، اعرفي انه ترابي. الناجحين ترابيين، جدي تور عذراء، اكتر الابراج الناجحه اللي بتعرف توصل لاهدافها بسهوله. انا عجبني حد، انا عايزه ادخل في الشغل ده، هنفذ. ايوه العذراء على الارض، ارض تراب واقع. هل فرق العذراء يعني من الابراج اللي لما بتحط حاجه في دماغها هدف بتوصل، شغل او اعجاب بشخص بتوصل جدا؟ هل ان هي بتستدعي ايه؟ بتستدعي الانرجي ولا الطبيعه؟ هي طبيعتها ترابيه. يعني ايه تراب؟ يعني ايه تراب؟ ما هو ترابي، التراب ده تراب اللي هو الرسوف، يعني ان انت واقفه على ارض صلبه، صلبه، فانت واخده الارض الواقعيه، الصلابه، الصمود، كل صفات الارض عندك. طيب. يعني ما انتش صفات الهواء، ما انتش صفات الميه، انت واخده صفات الارض، فتراب يعني ارض. طيب احنا عندنا كام سؤال على الصفحه. السيد عبد الرحمن بيقول لك الميزان اخباره ايه عشان كنت خارج المنزل لو سمحتي. محمد فاضل بيقول الاسد والقوس. هايدي بيقول زوجة القوس ورجل العقرب او امراه القوس ورجل العقرب. طب حاجه حاجه زعلانه قوي عشان بنقول لها العذراء بالنسبه للعقرب بيبقى السند لك بالنسبه للسرطان. بس هقول حاجه، طب احنا لو اتكلمنا عن العقرب، انا عشان بس اجاوب على اسئله الناس، احنا لو اتكلمنا عن العقرب نشوف مين اللي يتفق معاهم، هنلاقي سرطان، حوت، عذراء، تور، جدي، فهو انتوا الخمسه تتفقوا مع العقرب، بس بصوره او باخرى مين السند ومين الظهر؟ ما هو عايزه اقول حاجه، ما هي الحبيبه ما تنفعش من ما تكون سند، والسند ما ينفعش من غير ما يخلط معاه شويه رقه، كله مطلوب انك تكوني سند بس مطلوب. هم الابراج المائيه بيتوافقوا مع بعض، مع بعض الكاريزما والسرطان والعقرب ابراج مائيه بتنجذب لبعضها اكتر من علشان فيهم تشابه.
لكن برضو الاختلاف بيجذب، مش في حد يقول لك طبعا المختلف يقول لك ايه انا عجباني عشان هي مختلف. طيب انا بس قبل ما هجاوب حاجه عايزه بس حاجه بقالنا كتير ما قلناهاش، مين الاكثر حظا في الاسبوع ده؟ الاسبوع ده اكثر الابراج حظا العقرب والجدي والعذراء والسرطان. العقرب والجدي والعذراء والسرطان اللي هو من يوم 1 ليوم 7 اغسطس اكثر الابراج حظا، اولهم على الاطلاق الاسبوع كله للعقرب حلو، يوم 1 و2 القمر في برجه في العقارب يعني نمره 1 قولي تاني نمره 1 العقرب تاني الجدي العذراء السرطان هم اكثر حظوظ يعني يبقى شهر عيد ميلادي وبنا اجرى رقم 4 لا هم على التساوي على فكره بس هو اكثر كل اكثر العقرب لان الاسبوع كله حلو لكن العذراء ممكن تلاقي فيه يوم في النص كده ويعني في واحده صاحبتي معلش انا ما جاوبتش الاسئله دي حاضر في عندي صاحبتي بتقول لك ان هي برضو عذراء 21 سبتمبر الميزان بيأثر فعلا على شخصيتها في الاواخر طبعا طيب وعلاقتها بالقوس واضح ان جوزها قوس هي لا ايه قولي الحقيقه احنا على الهوا هم شايفين هي عذراء هي عذراء وجوزها القوس طيب هم عاملين زاوية 120 درجة والأبراج اللي بتبقى مربعة مع بعض بيبقوا كتير بيتخانقوا بتبقى وجهات النظر بتاعتهم مش زي بعض بيصطدموا مع بعض يعني العلاقة بينهم مش حلوة؟ مش هي وجوزها هي قادرة تقول لك هم بيختلفوا يعني بيختلفوا طب هل في أمل في إن احنا إن هم حد فيهم يتراجع ويتنازل ويجي على نفسه وأعتقد إن القوس من ناريته هي اللي لازم تيجي على نفسها العذراء يقدر يتأقلم لكن القوس يبقى كده أنت رديتي على السؤال فهي بتاع تيجي على نفسها شوية بتاع ست القوس ورجل العقرب اللي هي هايدي ياسر القوس والعقرب برضو مش احسن حاجه لان هم العنصر الميه مع عنصر النار الميه ونار كارثه كمان النار والنار طبيعتها مش عايزه اللي تطفيها انا عايزه حد يزود ناريتي لان دي طبيعتي فطبعا العقرب كل ما يطفي في النار النار يتضايق فطبعا العلاقه صعبه ما بينهم لان وبعدين هم الاثنين اقوياء والمركب اللي ليها رئيسين ما بتبقاش ماشيه القوس قوي والعقرب قوي في اصطدام برضو كتير لكن انتي سالتيني في حد من متابعين الصفحه بيقول قوس واسد دول يتفقوا جدا لان ناريتهم بتخليهم يعرفوا يتفاهموا امور الحياه ماشيه الا في لحظات الخلاف لازم ثالث يطفي النار لان لازم الاسد ناري والقوس ناري فلازم طرف ثالث يتدخل يصالحهم على بعض بين القوس والاسد طب في حد على تعليقات اصحابي على الواتساب الاسد والحمل توافقهم ايه ده سؤال سلوى احمد زي القوس والاسد بالظبط حلوين جدا يتفقوا طبيعتهم تتفق مع بعض الا في لحظات الخلاف هيحتاجوا ثالث يهدي الحمل والعذراء الحمل والعذراء لا مش من الابراج اللي طب ايه الابراج الحاليين الحمل تبقى متوافقه معاها الاسد والقوس والميزان والدلو كل دول يتفقوا مع الحمل طيب ترابي لا ترابي لا بينجذبوا لبعض لكن التفاهم هتلاقيهم بيستكوا ببعض كتير يصطدموا ببعض امراه السرطان ده سؤال رندا ممكن مهنيا واصدقاء يبقوا كويسين لكن علاقات عاطفيه لا والله بصي هقول لك حاجه هم مش هتبقى فيها العاطفه المتاججه ممكن الحمل تبقى احنا كويسين احنا بنعرف نتفاهم احنا بنعرف نشترك مع بعض في حاجات كتير في رياضه في شغل يشتركوا على فكره شغل ناجح رياضه ناجحه حوارات لكن جواز بقى ونقفل علينا بيت واحد وتبقى فيه حياه والاولاد ومين يعمل ومصاريف لا هتلاقيهم مختلفين طيب رندا عطا بتقول هي سرطان وجوزها جدي الله حلو قوي قوي سرطان والجدي من الناس اللي بالعكس ده الشريك المثالي ليها حلو قوي طب. قوي يتفقوا نسبه الاتفاق نقول تعدي 80% الثور والاسد الثور ست والاسد راجل لا مربع نفس الزاويه لا. نفس زاويه العذراء والقوس بالظبط عايده بتسالي ثاني على يعني القوس والعقرب لان البيت الرابع لان عدي كده بصي انا اعرفكم بس يعني ايه الزاويه احنا دلوقتي معانا الثور نعد كده ما بعد الثور في الثور البيت الاولاني الجوزاء الثاني الثالث السرطان الرابع الاسد يبقى انت كده الاسد قاعد في البيت الرابع من التور فانت كده عامل مربع مع بعض المربع ده الزوايا بتبقى عاملين 120 درجه مع بعض طب امل صبحي بتقول هل في توافق ما بين العقرب والدلو انتوا كله زوايا يا جماعه في ايه البيت الرابع برضه هم اللي بيسالوني بصي ينجذبوا لبعض ينجذبوا لبعض لكن في غيره كبيره جدا ما بين البرجين دول يعني يغيروا على بعض مش من بعض يحبوا يعيشوا مع بعض لكن عندهم الرغبه بس ما عندهمش القدره
احنا عايزين نعمل، احنا حاطين الهدف، لكن لما على ارض الواقع تنفيذيا بيفشلوا. طب السيد عبد الرحمن سأل كذا مره وبعد تاني الميزان مع مين؟ لان هو الميزان بصفه عامه احنا لسه قلنا من الابراج اللي في استراحه محارب. انا عايزه اقول ان عطارد دخل في الميزان هينجحك مهنيا يا ميزان، يعني ممكن يبقى في ترقيه، ممكن في علاوه، ممكن يبقى في منصب، ممكن بعض الاموال، بس بلاش تصرف في الاموال دي وبلاش توظفها بشكل غلط. خليها دلوقتي في البنك او خليها معاك، ما تضيعهاش. هل انا عايزه اسالك سؤال، هل كل برج ليه تريجر، يعني ليه حاجه كده تعرفي تجيبيه بيه؟ دي احنا قلناها، مفتاح قلب كل برج الحلقه اللي قبل اللي فات. لا مش قلب، مش الحب، مش عارفه ايه، تثير اعجاب البرج، يعني البرج يتلفت يعني نظره. مين كل برج مين الشخصيه اللي بتعجبه؟ خلينا دي عايزه حلقه طويله جدا جدا يعني جدا، لان الشخصيه اللي تلفت نظر كل برج. وايه الشخصيه اللي ما تلفتش نظر؟ وعملنا يعني العكس بتاعها، لا قلنا البرج اللي تهرب منه، فاكره ما قلنا مين البرج اللي تاخد؟ لا احنا عايزين بقى بالتفاصيل، يعني مثلا يعني مثلا الحمل والجدي. الحمل لازم ياخد ديله في سنانه لو قابل جدي كده، يعني في طبعا برج ما يتفقش خالص، والحمل لو شاف ايه يتعامل معاه مثلا يقول هو ده، او العذراء وهكذا. الحمل يعني يحب الابراج الناريه اللي زيه جدا، يحب ايه نقطة التريجر؟ لا في المعامله، يعني مثلا العذراء مثلا ياخد مثلا سرطان، ايه اللي يعمل تريجر للسرطان؟ الاهتمام والكلام الحلو وودنه، يعني كلميه بشكل رومانسي، اهتمي بيه، اهتمي بتفاصيله، انت عملت ايه، فكل ما هو يخص القلب يعلق السرطان جدا. طب والعذراء ايه التريجر بتاع السرطان؟ الذكاء، بحب الراجل اولا الاتراك الانيق، بتحب الشياكه، العذراء يحب الشياكه. لو هنتكلم عن السيده، ما تحبش الحد المبهدل، او وتحب كمان الناجح الطموح اللي محقق ذاته، اللي بيفكر الذكي يعني. طب ولو راجل عذراء؟ كل الستات برضو نفس الحقيقة، يحب الست المنظمة الناجحة الطموحة، اللي مش هلهلية كده، اللي مش فوضوية، بالعكس يحب كل حاجة منظمة. هو العذراء مش عاطفي كمان، هو الشخص لا والله، الناس متخيلة كده، الناس متخيلة. لا مش عاطفي لحدود، هو بيبقى عاطفي ما بعد ما هو يقرر ان هو اختار الشخص ده، بس عنده انسانيات، يعني انسانيات غير عاطفية. ما انا عايزه اقول، ما بيخشش بقلبه. ما هقول لك حاجه، فانت ممكن تشوفي حد يعجبك خلاص بالعقل، خلاص فهتقومي مديه اشاره لقلبك، يعني في حد القلب بيدي الاشاره للعقل، وفي العكس. يعني السرطان انت قلبك خدك لحد، طب ايه عقل ينفع ولا لا؟ هتدي الاشاره يعني لعقلك، يلا ابتدي بقى فكر فيه بالعقل، متعلم. العقل بيتحكم في مين والقلب بيتحكم في مين؟ خلينا بقى العذراء الاسبوع الجاي. طيب احنا عندنا حكايات، احنا طولنا. العقل والقلب الاثنين الحمد لله يومكم زي الفل، عقلكم متحقق ومبسوط وقلبكم بيرقص من الندهه، بتندهنا دلوقتي على البيس خلصوا، والصحه وكل الحاجات الحلوه. بكره بدايه جديده، شهر جديد، يا رب يجعله كله عامر بالخير والصحة والرضا وكل الحاجات الحلوة وكل الأمنيات الحلوة. شكرا يا هالة ومفيدة ادخلي في الكادر، وشوفكم الأسبوع اللي جاي إن شاء الله، نشوفكم على خير، أسبوع جديد من يوم السبت. باي باي.